بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا مرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي، ومباراه مهمه جدا جدا جدا، احد اهم محطات النادي الاهلي في الدوري. زي ما حضراتكم عارفين خلاص ابتدى بقى ايه العد التنازلي، بس النهارده مع فريق احد اضلاع المربع الذهبي وهو صاحب المركز الثالث حاليا نادي فيوتشر. لقاء مؤجل من الجوله رقم 24 من الدوري الممتاز. عارفين حضراتكم ترتيب المربع، الاهلي على القمه منفردا، من بعده الاهرام او بيراميدز، بعدين فيوتشر، وياتي في المركز الرابع نادي الزمالك. اكيد هنتكلم كتير على المباراه فنيا، بس خلينا نروح في الاول لزميلنا فاروق صلاح من فندق الاقامه، نتعرف منه على اخر الاجواء قبل مغادره اللعيبه لفندق اقامه لملعب المباراه مباشره. اتفضل يا فاروق. برحب بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات الدوري المصري، والمباراه المؤجله من الجوله الرابعه والعشرين يا كابتن ايمن، لقاء اللي هيجمع ما بين الاهلي وفريق فيوتشر في تمام الساعه 8:30 على استاد القاهره الدولي. واحده من المحطات الصعبه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو استعاده درع الدوري، هي محطه من ثلاث محطات متبقيين للنادي الاهلي من اجل حسم درع الدوري والبطوله الغائبه عن النادي الاهلي في الموسمين الماضيين، بعد تحقيق النادي الاهلي للانتصار الاخير على فريق البنك الاهلي بدون راحه. وانت عارف طبعا يعني فتره الاعياد الجميع استني في تدريباته، طبعا كل سنه وحضرتك طيب وكل مشاهدينا ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا يا كابتن ايمن خلال فتره الاعياد انت عارف يعني لا وقت للراحه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، الفريق استني في تدريباته بعد مباراه البنك الاهلي، مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين نتكلم على اهميه الثلاث مباريات القادمين، ويعني تقدر تتكلم من النادي الاهلي بيقسم كل مباراة لوحدها، ولكن خلينا نتكلم على الثلاث مباريات اتكلم عليهم مستر مارسيل كولر لاول مره، يعني اتكلم ان الثلاث مباريات ناخدهم في مرحله واحده، هي مباراه فيوتشر ثم مباراه الاسماعيلي ثم مباراه الاتحاد السكندري اللي بمشيئه الله ان شاء الله تكون مباراه التتويج باذن الله للنادي الاهلي بدرع الدوري، يعني الدرع الغائب عن النادي الاهلي يعود من جديد الى احضان الجزيره هذا الموسم. مستر مارسيل كولر اتكلم في المحاضره مع اللاعبين على كافه الامور وكافه التفاصيل، واتكلم على الخصم فريق فيوتشر خاصة ان هو واحد من الفرق اللي تعادل مع النادي الاهلي في مباراة الدور الاول، والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وحذر من سيناريو لقاء الدور الاول، النادي الاهلي كان تقدم بهدف في الدقائق الاولى ثم تعادل فريق فيوتشر في الدقائق الاخيرة، ما بين تقدم النادي الاهلي وتعادل فريق فيوتشر اهدر النادي الاهلي كم كبير جدا من الفرص، خاصة ان فريق فيوتشر في هذه المباراة يعني تقدر تقول لعب 10 لاعبين منذ الشوط الاول، والنادي الاهلي ما قدرش يستغل هذا النقص العدد دي. شدد هذا المستر مارسيل كولر على هذا الامر، وعرض للاعبين بعض يعني الاخطاء او الفرص اللي اهدرها الفريق في لقاء الدور الاول، اكد طبعا على وجود جهاز فني كابتن علي ماهر خصم يعني بيقود الفريق فيوتشر وعامل بيهم نتائج ممتازه، اللي يهمه ايضا ان في هذه المباراه انه يهرب بالمركز الثالث، خاصه انه في اخر خمس مواجهات خاضهم فريق فيوتشر لم يستطيع تحقيق الفوز سوى في لقاء وحيد على فريق انبي، لذلك يعني المستر مارسيل كولر بيضع في الحسبان صعوبة هذه المواجهة، يعني استعداده ما اختلفش كتير عن المباريات الماضية، إن لم يكن التركيز بيزيد خلال المباراة بعد الثانية، كل ما بتقترب من الحسم التركيز بيزيد عند الجهاز الفني عند اللاعبين، الجميع عايز ينهي الدوري خلال هذه المواجهات القادمة. اللي احنا لامسينه أيضا في وجوه اللاعبين يا كابتن أيمن تركيز شديد جدا من لعيبة النادي الأهلي، يعني حالة السعادة الجميع لمسها من سعادة جمهور النادي الأهلي، اللعيبه عندها حاله من السعاده المنعكسه من وجود جمهور النادي الاهلي في المدرج، حاله السعاده اللي عند الجمهور بتنعكس على اللاعبين في حاله رضا تام خلال الفتره الماضيه مع سلسله النتائج المميزه اللي بيأديها النادي الاهلي والارقام اللي بيحققها فريق النادي الاهلي هذا الموسم، وان الجماهير بتربط هذا الجيل ان هو واحد من الاجيال التاريخيه في النادي الاهلي، ده بيزيد الدوافع عند اللاعبين بيخلي التركيز اكتر. عايز اكلمك ايضا على دور اوضه اللبس في هذا الامر وانك تخلق دوافع جديده للاعبين، اتكلم بالتحديد على الكابتن محمد الشناوي بالرام ربيعه والسليه، ومش عايز استثنى احد اللاعبين ودورهم المهم جدا، ان الجميع كل اللاعبين ما حدش بينساق تماما للحديث عن اي امور بتثار على السوشيال ميديا خاصه بظروف الانتقالات او يعني التعاقدات، كل اللعيبه في الفتره الحاليه مركزه في فتره حسم الدوري، الجهاز الفني ما فيش اي حديث تماما لكل الاخبار اللي بتثار على السوشيال ميديا خاصه بتعاقد لاعبين او رحيل اللاعبين، الجميع مركز في هذه المرحله، واوضه اللبس في النادي الاهلي ودورها المهم جدا
قافلين على الفريق بشكل كويس جدا، ده اللي احنا شايفينه ولامسينه في يعني اثناء تواجدنا مع الفريق سواء في الماتشات في المعسكرات، وايضا الجميع لمسه على ارض الملعب. اعتقد دي من الامور المهمه جدا. خلال برضو الفتره الماضيه كابتن ايمن، مستر مارسيل كولر كان عقد جلسه مع اندرياس اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، وده واحد من الجنود المهمه جدا يا كابتن ايمن. اندرياس اندويا واحد من الجنود اللي قايم بدور كبير جدا، يعني اثناء تعاقد النادي الاهلي مع مستر مارسيل كولر كان حريص ان هو يعمل طبعا قياسات بدنيه للاعبين في بدايه الموسم. انت حاليا في فتره نهايه الموسم، ما بين بدايه الموسم وما بين نهايه الموسم، شوف المدى التاثير البدني اللي عليه لاعب النادي الاهلي. حضرتك واحد من كباتننا الكبار طبعا، او اكيد يعني كباتننا الكبار معاك في الاستوديو التحليلي لامسين هذا الامر، ودايما بنقول ان لعيبه النادي الاهلي واقفه على رجليها كويس في ارض الملعب. عقد مستر مارسيل كولر جلسه مع اندرياس اندويا، اتكلم طبعا على المرحله اللي احنا الحاليه اللي احنا فيها والمرحله القادمه وضروره الروتيشن اللي بيعمله طبعا ما بين اللاعبين، وان اندرياس اندويا قايم بدور مهم جدا ومميز جدا جدا مع فريق النادي الاهلي. ايضا طبعا الاجهزه اللي كان استخدمها المجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الطبي والاحمال، اكيد ساعدت بشكل كبير جدا في يعني الاستشفاء والامور اللي يعني بيطلبها مستر مارسيل كولر في الفتره الحاليه. ودي من الامور اللي احنا لمسناها من الناحيه البدنيه للنادي الاهلي. كان مهم جدا يا كابتن ايمن ان انا اتكلم بالتحديد النهارده على اندرياس اندويا، الواحد يعني الفرد اللي قايم بدور كبير جدا، كلنا لامسين هذا الامر، اعتقد جمهور النادي الاهلي وحضرتك طبعا لامسين هذا الامر من اندرياس اندويا. عايز اقول لك طبعا ان الفريق بيختتم تدريباته بالامس على ملعب مختار التيتش مستر مارسيل كولر. انت عارف الفتره بتبقى صغيره ما بين المباراه والثانيه، بتتكلم في 48 ساعه و72 ساعه، فتره بتبقى بسيطه جدا، بيبقى في جزء من الجوانب البدنيه مع اندرياس اندويا يعني بيشتغل هذا الامر بحرفيه واتقان شديد جدا. نتمنى طبعا استمرار هذا الامر طبعا، ومفيش اصابات عضليه في فريق النادي الاهلي الا في اضيق الحدود طبعا. الجوانب الخططيه والكرات الثابته اللي بيشتغل عليها مستر مارسيل كولر، وبيأكد ان هي سلاح من الاسلحه المهمه جدا اللي النادي الاهلي لازم يقتنصها ويستغلها، افرض ليها مساحه كبيره جدا سواء الكرات الثابته او التسديد من خارج منطقه الجزاء، سواء يعني في المران بالامس وعقد يعني وقف اكتر من مره اتكلم على التسديد من خارج منطقه الجزاء، وده سلاح من الاسلحه المهمه جدا. وقال ان يعني خلال الوقت الضيق اللي ما بين مباراه والثانيه بتشتغل في نطاق فني، او الامور الجمل الخططيه بيبقى في اضيق الحدود، لذلك سلاح الكرات الثابته والتسديد من خارج منطقه الجزاء بيبقى احد الاسلحه المهمه جدا اللي ضروري ان انت تستغلها في هذه المواجهات الصعبه. اكد طبعا على ضروره احراز هدف مبكر يسهل اللقاء بعد ما يعني تسجل الهدف الاول، ضروري ان انت انك تفكر في الهدف الثاني والثالث، يعني ده قالها اللاعبين بلغه الكوره، لما تكون الكوره مديالك يعني المباراه مفتوحه بالنسبه لك لازم تستغل هذا الامر. عايز اقول لك ان بعد يعني التدريب الاخير دخل الفريق في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه استعدادا لهذه المواجهه. طبعا لجنه الحكام كانت اعلنت عن طاقم تحكيم لهذه المباراه بقياده الكابتن محمود البنا حكم الساحه، يعاونوا احمد توفيق طلب ويوسف البساطي، الحكم الرابع احمد حمدي، اثنين على تقنيه الفار خالد جمال الغندور واحمد صلاح. طبعا فريق النادي الاهلي يوم النهارده يا كابتن ايمن كان يوم الاعتيادي، يعني تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه العاشره، ثم فتره التدريبات الخفيفه في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 4:30، ثم محاضره الفنيه المستر مارسيل كولر كانت في تمام الساعه 6:00، ثم التحرك الى ملعب المباراه. خلال لحظات هيكون التحرك طبعا الى ملعب المباراه واستاد القاهره الدولي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، ومواجهه مهمه جدا، محطه من ثلاث محطات لاعبي النادي الاهلي قادرين ان شاء الله النهارده ان هم ينهوا المحطه الاولى، يتبقى مواجهه الاسماعيلي ومواجهه الاتحاد. ثم نقول لحضرتك ونقول لكل جماهير النادي الاهلي مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي عودة درع الدوري إلى الجزيرة. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز كابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. فاروق ما سبناش كالعادة، ما سبناش حاجة نقولها، هو ما يمكن ما قالش النهاردة الجو أخباره إيه، يعني طمنا من فاروق على كل حاجة، وقال لنا طبعا على الأوضاع في الفريق والأوضاع في الماتشات اللي جاية، وفعلا ما سابش حاجة فاروق. بس المهم يعني هو ماتش صعب، ماتش كل فريق عنده الدوافع طبعا، نادي الاهلي عايز يحسم بطوله مبكرا، نادي فيوتشر ولو ان الموضوع تقريبا اتحسم، نادي فيوتشر عايز يلعب في الكونفدراليه، واعتقد ان المده المتبقيه يعني مفيش فرصه ان حد تاني غير الرباعي المتصدر او الرباعي او المربع الذهبي هم اللي هيلعبوا طبعا، نادي الاهلي وبيراميدز دول حسموا رسمي بطوله افريقيا الانديه الابطال، ابطال الدوري،
وبالتالي بيجي بعديهم فيوتشر ونادي الزمالك اللي في المركز الرابع. اعتقد ان هو ده الرباعي اللي هيلعب في بطوله ابطال الدوري والافريقيه والكونفدراليه الافريقيه. طبعا هنتكلم برضو عن المباراه قدامنا طبعا على الشاشه الاتوبيس ان شاء الله، اتوبيس النصر باذن الله رب العالمين. زي ما قال فاروق احنا ناقص لنا الفتره اللي جايه، احنا مقسمينهم كده اربع ماتشات اربع ماتشات، ناقصين ناقص 8 ماتشات، يعني ناقص لينا 8 مباريات في الدوري العام. لعبنا المباراه اللي فاتت 3 مباريات، ان شاء الله نجيب منهم 9 نقط، خلاص كده حسمنا البطوله رسميا باذن الله رب العالمين، بدايه من ماتش فيوتشر النهارده، وبعدين ان شاء الله لقاء النادي الاسماعيلي كمان 3 ايام، وبعديها بثلاث ايام لقاء نادي اتحاد سكندري. ان شاء الله يكون التتويج من خلال الثلاث مباريات دول. بعد كده يجي بقى رؤيه مستر كولر اذا كان هيريح مجموعه او هيكمل بعض المباريات بالمجموعه اللي بتلعب، او هيشوف وجوه جديده، هيدي فرصه لناس مش موجوده بصفه رسميه في القائمه الاساسيه. ولكن خلينا زي ما بنقول كده، او زي ما بيقولوا لعيبه النادي الاهلي دايما، نركز في ماتش ماتش. خلاص ماتش اللي فات عدى، بص الماتش النهارده، بعد ما يعدي ماتش النهارده نبقى نبص الماتش الجاي، وهكذا وهكذا وهكذا. بس انا هتكلم في الموضوع ده لان برضو ضغط المباريات، وهنتكلم عن ضغط المباريات شويه. انما قبل ما اتكلم على الحاجات دي كلها، في ظاهره سلبيه بس ظاهره يعني بلدي قوي بتتعمل في الدوري الممتاز، واللي بيعملها نادي معين. وعلى فكره هي مش وليدة الموسم ده، يعني مش ما عملوهاش في الموسم ده بس، ده من زمان جدا جدا جدا، من ايامنا وقبلنا كمان. هتقول لي ايه هي الظاهره دي؟ هقول لحضرتك. النادي ده متخصص في انه ايه؟ يلعب الانديه. بيلعب الانديه اللي هيلاعبها. بس ما بيلعبش طبعا فنيا في الملعب، لا. في حاجات بتتعمل بره الملعب. لان هو في الملعب يعني ماشي على سطر وسايب سطرين. ده من الناحيه الفنيه. لكن الظاهرة السلبية اللي أنا بتكلم عليها دي، إن هو قبل ما يلعب مع أي فرقة يروح جاي عامل إيه؟ يدخل في تفاوض مع بعض اللعيبة اللي عنده. يعني مرة يفاوض سيرد باك، مرة يفاوض واحد في نص الملعب، مرة يفاوض فورورد، مرة يفاوض حارس مرمى، ويطمعه إنه هيضمه هيجيبه عنده. أنا بقول لحضراتكم لو عايزيني أقول أسماء، بس أنا بحبش أنا أقول أسماء. مرة حارس مرمى، مرة مدافع، مرة وسط ملعب، مرة مهاجم وغيرهم. وده بيحصل مع فرق كتير جدا 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 من اللي بيواجهها. وزي ما بقول لحضراتكم مش صدفة ومش وليدة الموسم ده. ده من مواسم كتير فاتت، بقول لحضراتكم من أيامنا ومن قبل كمان أيامنا. تلاقي نفس الموضوع. هو مش قادر يجاري بعض الفرق فنيا في الملعب، فبيحاول يعمل تأثير على لعيبة الخصم بالمفاوضات دي. ودايما بتحصل في التلت الاخير من الدوري. وبيكسب. يعني بسبب المفاوضات دي بيكسب في غالبيه الاحيان. مش مهم بقى صفقه تتم، صفقه ما تتمش، المهم هو يعمل تشويش وتخرج الاخبار ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ ان هناك مثلا مفاوضات مع الحارس الفلاني. هناك مفاوضات مع المدافع الفلاني. هناك مفاوضات مع المهاجم الفلاني. طبعا ده بصوا يعني هي طبعا حركه بلدي وحركات قديمه قوي 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 عفى عليها الزمن، انما في بعض الاحيان بتعمل تاثير سلبي فعلا على لعيبه الفريق الخصم. زي ما حصل مؤخرا مع احد حراس المرمى. حصل مؤخرا مع احد حراس المرمى في احد الانديه. وكل شاف طبعا التاثير دوت في الملعب. لدرجه ان جماهير النادي ده هجمه حارس المرمى. وانا ما بقولش ان الحارس او اي لعيب بيتم التفاوض معاه او يتم الضحك عليه بان هم عايزينه السنه الجايه او هيعملوا معاه بعض المحاولات عشان يجيبوه عندهم في النادي، ما بيبقاش فيه تعمد طبعا، بس بتاثر على الحاله الفنيه بتاعته، الحاله النفسيه بتاعته. اللعيبه كلها مش زي بعض، شخصيه كل لعيب غير التاني، لكن التشويش ده بيعمل تأثير سلبي على اللاعبين، وبالتالي بيعمل تأثير سلبي على الفرقة. وتلاقي الجول اللي كلموه ده وحارس مرمى اللي كلموه ده مش شايف،
مش شايف، بينزل الملعب بيفكر في الاغراءات، بيفكر في المستقبل، بيفكر لما يروح النادي ده وهو بيلعب النادي ده في الملعب، فمش مركز بنسبه كبيره، بيروح منه التركيز وبالتالي ما بتلاقوش في حالته، ما بتلاقوش في حالته. ولكن ده بيحصل من زمان على فكره، اللي انا بقوله ده بيحصل من زمان. وعلى فكره كمان معظم اللعيبه اللي بيتكلموا معاها ما بياخدهاش. طبعا في ماتش كمان يومين ثلاثة هنسمع نفس الكلام عن مفاوضات مع لعيبة الفريق الخصم اللي هيلعبوها. ظاهرة سيئة وظاهرة بلدي قوي وعفى عليها الزمن ومنافسة غير شريفة وطرق غير شرعية. أتمنى إن اللعيبة في الفرق دي اللي بتلاعب النادي المعين ده تاخد بالها إن اللي بيحصل معاهم ده مقصود بيه التشويش، هو لا هيروح في حتة ولا هيمشي من ناديه، لأن المهمة خلاص بتخلص بعد الماتش، تمت بالنسبة لهم ان هو خد اللي هو عايزه، خد نقاط المباراة. سيب بقى الحارس، سيب اي لعيب يواجه بقى ايه المجهول مع جمهوره، جمهوره اللي هو جمهور ناديه، انما هيتاخد؟ لا مش هيتاخد، مش هيتاخد. اللعبة دي بقول لحضراتكم يعني لعبة بتتعمل من زمان قوي 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 قوي، ولكن يعني كنت عايز اتكلم فيها بسبب ان فعلا بتأثر على بعض الأندية. المهم خلينا بقى اتكلم قبل برضو ما اتكلم على ماتش النهاردة، اتكلم على حاجة تانية برضو بتعملها بعض المواقع اللي بتنتمي للنادي ده. احنا بقالنا بالظبط داخلين في تاني شهر هو خلاص بعد عن المنافسة، والنادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، بسم الله ما شاء الله، السنة دي الحمد لله الحمد لله مسيرة ولا اروع ولا اروع في جميع المسابقات، فهو مش عارف يجيبك في الملعب ومش عارف ينافس خلاص، وهو طلع بره المنافسه نهائي من فتره، وبيحارب دلوقتي على ان يكون له دور في الكونفدراليه، فهو لازم يعمل تشتيت. فيقول لك كل يوم كل يوم تلاقي ايه اتنين تلاته لعيبه النادي الاهلي بيكلمهم. والله بقى لنا يمكن داخلين في تاني شهر، لو عدينا عدد اللعيبه، ويمكن انا قلت الكلام دوت الاستوديو اللي فات سريعا، بس لو عدينا عدد اللعيبه اللي جايه النادي الاهلي اللي النادي الاهلي فاوضها، ده على كلام الجماعه اللي بيقولوا كده، احنا معديين ال 20 30 لعيب، واحنا اصلا الحمد لله رب العالمين واخدين كل البطولات السنه دي، ما عندناش مشاكل، الامور مستقره. طب واللعيبه اللي عندنا هنوديها فين؟ وبعدين تشوف بعد كده النادي الاهلي جاب حد من بره؟ لا. طب مستني لحد ما البطوله تنتهي؟ طب اتكلم الناس دي فين؟ طب كلمهم راح لهم ازاي؟ ومين الاسماء اللي هم بيقولوها دي؟ ده جابوا اسماء من جميع انديه الدوري النادي الاهلي بيفاوضها، وصلوا لتركيا، وصلوا للسعوديه، وصلوا مش عارف افريقيا، حتى افريقيا ما سلمتش. طب احنا لو جبنا اللعيبه دي كلها يبقى اللعيبه اللي عندنا دي هتمشي. ده مقصود منه ايه؟ اثاره وبلبله، عايز يعمل لك مشاكل جوه الفرقه وخلاص. ما انا لو لعيب واسمع كل يوم والتاني ان في واحد النادي الاهلي بيفاوضه ومركز، بس لعيبه النادي الاهلي واعيه جدا 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 جدا، وجمهور النادي الاهلي واعي جدا 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 جدا، ومهما تعمله احنا لينا سكه ماشيين فيها. ركزوا انتوا في ناديكوا، ركزوا في ناديكوا، يمكن ولو ان ده استحاله طبعا في يوم من الايام تتعلموا حاجه من النادي الاهلي، مش هتتعلموا. طيب لجنه المسابقات وكابتن عامر حسين، كابتن عامر حسين بعت لي يعني اكتر من رساله، زعلان ان انا، بيقول ان انا بهاجم. انا ما بهاجموش، انا بدافع عن حق النادي الاهلي. فتره من فترات كنت بقول ايوه احنا مضغوطين جدا 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 جدا، وعندنا مسابقات بعيده عن المسابقه المحليه، فالوضع الطبيعي انا كنادي اهلي بمثل مصر، انا بمثل النادي الاهلي طبعا، بس بمثل مصر في المسابقات دي. لما يبقى عندي كاس عالم الوضع الطبيعي انك هتاجل لي ماتشاتي. طيب احنا طالبنا ان الماتشات تتاجل، ايه الهجوم فيها بقى دي؟ مفيش. طيب جينا بعد كده لبطوله افريقيا وماتشات النادي الاهلي المتتاليه، كلمنا برضو عن ان ما يصحش ان انت تحط لي في وسط ماتشات
خارجيه تحط لي ماتش قبلها بيومين ثلاثه، وكان الكلام كله على ماتش، معظمه كان على ماتش المقاولين قبل ماتش سان داونز لو تفتكروا حضراتكم. وقلنا ما يتحطش الماتش ده قبل الماتش دوت، لان عندنا سفريه وعندنا ماتش بعد ثلاث ايام، وسفريه جنوب افريقيا اصلا يوم كامل. انا ما بهاجمش، انا بطلب الطبيعي. ليه بقى الطبيعي؟ لان معلش كابتن عامر انت قلت اكتر من تصريح ان النادي الاهلي عامل لنا مشكله بسبب مشاركته في كاس العالم للانديه وان هو مكمل في البطوله الافريقيه. انا انتقدت الكلام ده، انتقدته، لان لا بالعكس النادي الاهلي مش عامل مشكله، النادي الاهلي مشرف مصر بان هو مكمل، النادي الاهلي شرف مصر وخد البطوله الافريقيه وكمل برغم الصعوبات. ولو تفتكروا حضراتكم اللي حصل ماتش سان داونز، وشفنا فتره ايه اغلب المباراه، احنا كان حاطين لنا ماتش المقاولين قبلها بيومين وسافرنا بعديها ولعبنا بعد الماتش بثلاث ايام، بعد ماتش المقاولين بثلاث ايام وفيها سفر، وكنا مش شايفين كلنا اللعيبه مش قادره، اللعيبه مش قادره، واحنا انتقدنا ازاي اتحط ماتش المقاولين قبل ماتش سان داونز واحنا اصلا مسافرين نلعب بعد يومين ثلاثه. مش هجوم قد ما بقول اديني بس حق من حقوقي، مش عايز اخد حق حد تاني، بس لازم تراعيني. انا راجل او انا كنادي بمثل مصر في البطوله، وانا اللي مكمل، انا الوحيد اللي مكمل مع احترامي للانديه اللي دخلت، انا الوحيد اللي مكمل. بدل ما تسهلي الامور وتقف جنبي، مش عشان خاطر النادي الاهلي، عشان خاطر ان النادي الاهلي بيمثل مصر بس. هو النادي الاهلي ايه؟ ممثل لايه؟ ممثل الكره المصريه في البطوله، وهو الوحيد اللي مكمل وعنده ماتشات صعبه، مر بظروف صعبه النادي الاهلي، مر بظروف صعبه في البطوله دي، عشان كده بقول البطوله دي من اغلى البطولات، هي والتاسعه، كلنا طبعا فاكرين التاسعه دي ما تتنسيش، انما دي من اغلى البطولات، لان قاب قوسين او ادنى من الخروج لبطل بطل افريقيا للمره ال11، رقم قياسي اعتقد مفيش حد هيوصل له بسهوله، مفيش حد هيوصل له بسهوله. عشان كده انا ما كنتش بهاجمك كابتن عامر، بالعكس، وعشان تعرف ان انا ما بهاجمكش انا كنت بطالب بحق من حقوق الاهلي. تعالوا نشوف النادي الاهلي الفتره الاخيره بعد بطوله افريقيا بنلعب كل قد ايه ماتشات؟ كل يومين ثلاث. انا هما يقولوا لي كل ثلاث ايام، لا هي مش كل ثلاث ايام، هي كل يومين تقريبا، لان احنا بنلعب ماتش اللعيبه بتاعتنا ولادنا بيخرجوا من الملعب يكون خلاص ثاني يوم عدى، يعني عدت الساعه 12، فبقيت انا ثاني يوم خلاص، انا النهارده الحد بخرج من الملعب يوم الاثنين، عندي ماتش بعد بكره، يبقى يومين مش ثلاث ايام. يعني النهارده لو شفنا جدول النادي الاهلي ومفيش اعتراض يا كابتن عامر، احنا عايزين ننجح المسابقه، مفيش حد من النادي الاهلي بيعترض، بالرغم احنا النهارده 2 يوليو لحد 30 يوليو احنا عندنا 9 مباريات، يعني يومين والتالت مباراه، يومين والتالت مباراه. خلينا نتكلم على ماتشات الدوري الاول وبعدين نيجي للماتش اللي اتحط من غير اي لازمه دوت. 2 يوليو النهارده الاهلي وفيوتشر، عندنا بعد يومين او بعد 3 ايام من النهارده الاهلي والاسماعيلي 5 يوليو، وبعدين ان شاء الله ان شاء الله تكون دي ماتشات التتويج ان شاء الله، الاتحاد والاهلي 8 يوليو، الاهلي والزمالك 13 يوليو. أو يعني لولا بس ان انا بحب ان النادي الاهلي يكسب كل المباريات كنت اتمنى حاجه تانية يوم 13 يوليو، بس ان شاء الله النادي الاهلي يحسمها النهارده، وماتش الاسماعيلي وماتش الاتحاد باذن الله رب العالمين. بعد الاهلي والزمالك 13 يوليو، المقاولين والاهلي 16 يوليو، وبعدين الاهلي والحدود حرس الحدود يوم 19 يوليو، طبعا معظمهم مؤجلات، مؤجلات بسبب مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا. 19 يوليو خلصنا من ماتش الحرس، بيراميدز والاهلي 23 يوليو، المصري والاهلي 26 يوليو، وده اخر ماتش في الدوري. خلصنا ماتشات الدوري مفيش اعتراض، ما بنعترضش على حاجه، لان دي ماتشات علينا، واحنا يا سيدي معاكم، احنا معاكم يا كابتن عامر عشان تخلصوا زي ما انتوا عايزين
اخر الشهر او في شهر يوليو، بالرغم ان ده في ضغوط جامده جدا 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 على لاعبتنا وعلى الاجهزه بتاعتنا، ولكن ماشي مكملين، محدش اتكلم ولا المسؤولين في النادي الاهلي اتكلموا. احنا معاكم عشان ننجح المسابقه ونخلصها ان شاء الله باذن الله على خير. طيب جينا بقى لمباراه في كاس مصر يوم 30 يوليو، الاهلي والداخليه. كويس قوي، احنا اتكلمنا عن المؤجلات في الدوري وماشي، بقيه الماتشات بتتلعب كل 3 ايام بس. يعني انا الناس بتقول لك ايه، ان النادي الاهلي واخد حق اكتر من حقوقه. طيب اللي بيتكلموا يقولوا الكلام ده، اللي بيتكلموا يقولوا الكلام ده، النادي الاهلي واخد فين حق اكتر من حقوقه؟ واللي بيحصل اليومين دول النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام، وبقول لحضراتكم مفيش حد اعترض ولا اتكلم من النادي الاهلي، احنا بنلعب ماتشات مؤجله بسبب مشاركتنا، احنا بندفع ثمن نجاحنا ماشي، واحنا موافقين، احنا موافقين مفيش مشكله. ولكن ايه حكايه ماتش الداخليه اللي معمول يوم 30؟ يعني اولا احنا مزنوقين كل يومين 3 ماتش في الدوري لحد ما هنخلص يوم 26. طيب يوم 30 يوليا الكاس قدام الداخليه في دور ال 16، هو هل الكاس هيتكمل السنه دي؟ محدش يعرف الاجابه فين، محدش يعرف. طيب الداخليه خلاص خلصنا من النادي الاهلي ماشي، نيجي على الداخليه. الداخليه اخر ماتش ليها يوم 14، يوم 14 يوليا قعدت، يبقى هتكمل اسبوعين تقعد تتمرن مستنيه الماتش ده، مريحه بس قاعده اسبوعين مستنيه ماتش النادي الاهلي في الكاس. طيب نزلت، ما هو النزول ده بيبقى فيه هرجله وفركشه ودربكه في حاجات كتير قوي 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 قوي. خلاص يعني لا قدر الله نزل الامور كلها انتهت بالنسبه له، فخلاص يعني اللعيبه راحت ولاعيبه مشيت ولاعيبه عايزه تسيب النادي ومدرب ممكن يمشي والموضوع خلاص بالنسبه لهم بقوا بره اي حاجه. يعني لو هم لا قدر الله نزلوا يوم 14 هيفضلوا مستنين لحد يوم 30، ده مين اللي هيروح تمرين ومين اللي هيبقى ليه نفسه ومين اللي هيدرب ومين اللي مين؟ يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي ماشي، وبتكلم عن الداخليه كمان، ما هو ده خصم هيلاعبني في الماتش ده. لما اتكلم عن النادي الاهلي واقول وضعه وبسالك ليه ماتش يوم 30، انا عايز اعرف ليه؟ هو الكاس هيكمل السنه دي؟ ايه يعني ايه وجه الاستعجال؟ انا مش فاهم، ماتش ملوش لازمه اتحط يوم 30 علشان ايه؟ طالما الكاس هيتلعب لسه وهيكمل، احنا مش عارفين هيكمل امتى، هيكمل السنه الجايه، خلاص يا سيدي مخلي الماتش ده السنه الجايه، على الاقل ادي الراحات للفرق المناسبه، على الاقل ادي الراحات المناسبه كمان للفرقه اللي هتلاعب النادي الاهلي اللي مش عارفه مصيرها لسه لحد دلوقتي. مش فاهم، هو ماتش انا مستغرب له اتحط ليه يوم 30، انا ما اعرفش. انما زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي ثمن نجاحاته وثمن بطولاته بيدفعها واحنا راضيين، فمفيش مجامله للنادي الاهلي. والدليل اهو، لو انت عايز تجاملني فعلا كنت هتقول لا يبقى النادي الاهلي يلعب كل 4 5 ايام ماتش، لا نطول المسابقه وتخلص في اوائل اغسطس بدل ما تخلص اخر يوليو، انما مفيش مجامله. مجامله ايه؟ هو في هو اللي بيحصل ده، انا هجيب لكم الارقام اوري حضراتكم النادي الاهلي لعب كام مباراه السنه دي في جميع البطولات، وتقولوا لي ساعتها النادي الاهلي اتجامل فعلا، اتجامل من هنا من المسابقه المحليه، في المسابقه المحليه اتجامل من حد هنا، ولا بالعكس في بعض الاوقات لا اتداس عليه شويه. النادي الاهلي ما بيتجاملش، ولو انه احق بالمجامله، النادي الاهلي ما بيتجاملش ولو انه احق بالمجامله، والدليل انجازاته وارقامه وبطولاته واللي حصل السنه دي. نروح بقى الماتش النهارده. ماتش النهارده طبعا فريق زي ما اقول لحضراتكم فريق قوي، احد اضلاع المربع الذهبي،
فنيا مباراه قويه ومحطه مهمه جدا 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 للنادي الاهلي في المراحل الاخيره بتاعت حسم الدوري، وان شاء الله النادي الاهلي يحسمها النهارده. ماتش غلس زي ما قال يمكن فاروق، فكرنا الماتش الاولاني لو تفتكروا حضراتكم كان النادي الاهلي احرز هدف مبكر وتقريبا كان مسيطر او شبه مسيطر على المباراه، وكمان فيوتشر اتطرد منه لعيب ولكن حصل بعض يعني مش استهتار ولكن رعونه في بعض الاحيان، عدم تركيز في بعض الاحيان، وبناء عليه كان النادي الاهلي استقبل هدف تاني وهدف من فيوتشر وانتهت المباراه بالتعادل 1-1. وكلنا لو تفتكروا حضراتكم في الفتره دي زعلنا قوي، زعلنا جدا، ازاي ده الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي؟ ففريق لا فريق بيلعب كوره، فريق مش من نوعيه الفرق اللي هي بتقفل الجيم قوي وتبقى انت مخنوق كلاعب مش لاقي اي فرص لانك انت تلعب في الملعب، ما تلاقيش مساحات، الملعب متضايق، لا هي فرقه بتلعب كوره، عندها مفاتيح لعبه كويسه، عندها لعيبه كويسه تقدر تحسم الفرق، عندها بعض الثغرات الدفاعيه عندها بالرغم منهم ايه؟ على فكره نادي فيوتشر اقوى تاني خط دفاع بعد النادي الاهلي. نادي فيوتشر عليه 19 جول، النادي الاهلي عليه 7 اهداف. اقوى تاني خط دفاع بعد النادي الاهلي هو فيوتشر. مش بيراميدز صاحب المركز التاني، بيراميدز عليه 20 جول. فيوتشر عليه 19 جول فهو تاني اقوى خط دفاع، وبالرغم من كده عنده مشاكل دفاعيه وخصوصا في القلب. فالنهارده هنشوف مستر كولر هيعمل ايه؟ هل النهارده زي ما بقى كل ماتش مستر كولر بيلعبنا؟ هيلعب بثلاثة في نص الملعب، هيلعب باثنين في نص الملعب، اعتقد النهارده هو مش عايز اقول مجبر ولكن السوليه بيغيب، حمدي فتحي بيغيب، ممكن نلاقي التشكيل بتاع الماتش اللي فات، ولكن ان شاء الله ان شاء الله تكون محطه النهارده مهمه في محطات حسم النادي الاهلي لبطوله الدوري، يعني احنا خلاص بنلامس الدرع ان شاء الله. النهارده باذن الله نقرب منه اكتر، الماتشين الجايين نحسمهم ويبقى الدرع يرجع مكانه الطبيعي، لان الدرع شكله زعلان وهو بعيد عن، مش شكله هو زعلان فعلا علشان بعيد عن النادي الاهلي. خلصت كلامي، هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي والكابتن احمد بلال. انتظروا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. منورنا كابتن. ازاي كابتن ايمن؟ اخبارك ايه؟ تمام كله تمام والله كابتن، الحمد لله منور الدنيا. الله يخليك كابتن. كابتن علاء ميهوب منورنا كابتن. اهلا بيك. ازاي كابتن؟ الحمد لله. كابتن اسامه عرابي منورنا كابتن. الله يخليك. كابتن احمد بلال. ازيك كابتن؟ ازيك كابتن؟ الحمد لله. سلامك يا رب. تسلم. كابتن شريف، النادي الاهلي النهارده وماتش صعب بعد الفوز على البنك الاهلي بثلاثيه زي ما شفنا الماتش اللي فات، انما النادي الاهلي عايز يحسم البطوله بسرعه، فمستني الثلاث ماتشات، مش مستني الثمان ماتشات، الثلاث ماتشات اللي جايين ان شاء الله يحسم البطوله مبكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي بياخد كل مباراه على حده يعني. صحيح. النهارده المباراه بتواصل تقدم في اعتلاء القمه والاحتفاظ بالدوري السنه دي ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم في الاستوديوهات كلها عن الخصم اللي بيلعب النادي الاهلي. الماتش اللي فات قلنا الخصم ما عندوش حاجه يبكي عليها غير انه لازم يكون عنده وجود ويتعامل معاك، ففتح خطوطه على اساس انه ممكن يقدر يوصل للمرمى بتاع النادي الاهلي ويحرز اهداف ويكسب المباراه. وعلى ما يقول لك الراجل المدرب انتحر يعني، بس هو الراجل ما كانش عنده حل غير كده، لازم يكسب، لازم على الاقل يطلع بنقطه، لازم يعمل اي حاجه، تعادل اي حاجه، لازم يبقى له وجود ايجابي يعني. ولكن الشكل مختلف عندنا النهارده يعني. عندنا فرقه كبيره في المربع الذهبي بتعتلي، كانت في وقت من الاوقات هي اللي كانت المفروض هي اللي بتنافس مع النادي الاهلي. زي ما انت قلت في المقدمه، حصل حاله تعادل مش طبيعيه، كنت انت مسيطر على المباراه في اول مباراة واحرزت هدف، وفي الاخر حصل واتطرد عندهم حد كمان، وفي الاخر حصل ان حاله تعادل وكده، وده يديك ايجابيات كبيره جدا النهارده ازاي تتعامل، انك انت لما تبقى متقدم بهدف وما بتغطيش الهدف بتخلي الخصم معاك في المباراه، يقدر يرجع لك، يقدر يبقى طمعان فيك، يقدر يبقى حاسس ان هو ما بيبكيش على حاجه بقى بجد النهارده. فده الفريق الوحيد اللي هيلعبك النهارده بتوازن يعني. علي ماهر النهارده هيلعب بتوازن، هيلعب وهو شايف الماتش اللي فات هو هيلعب ازاي، اكيد النهارده هو هيلعب ازاي يبقى له وجود في الملعب معاك، ازاي اقتنص منك خلال ال 90 دقيقه بتاعته ان هو ما يتغلبش. فمش هيطلع بالهجوم بتاعه اللي هو في الضغط عليك، لا بالعكس، ده هيلعبك نص ملعب وهيحاول يستغل نص ملعبه باللاين فورورد بتاعه في الكونتر اتاك اللي هو بيروح بيه من الاطراف اللي انت دايما بتتقدم بيها. مش بنقول يلعب ازاي، ولكن علي ماهر اكيد درس يعني قوه النادي الاهلي، ودرس مدرب قد ايه عجباني انا اللي قال عليه انتحار المدرب في المباراه اللي فاتت، قد ايه فتح الخطوط وقد ايه نص الملعب ده كان مفتوح كله، يعني الدنيا كلها كانت متاحه لاي حد يجيب جول. ولكن دي السمه بتاعت الفرق اللي هي هتنزل خلاص يعني، بتحاول تدافع عن نفسها على الاقل في اخر ثلاث مباريات بالنسبه لهم يعني. انما انت عندك من الهدوء النهارده ازاي تتعامل مع مباراه زي دي، عندك من الخبره القديمه معاهم انك انت اللي بتسيطر عليهم وانت اللي بتروح على الجول وانت اللي بتقدر تعمل سبق التهديف وكل حاجه. احنا مش عايزين اكتر من كده، انا مش عايز اكتر من ان نص ملعبك النهارده واللاين فيرود بتوعك يخلصوا المهمه بدري يعني، ما يستناش انا ممكن اكسب الماتش ده في اي وقت، هو مش ماتش كاس او ماتش فاينل، انا عندي اكسترا تايم وعندي ضربات جزاء، لا لا لا، انت ده ماتش هعتبره انا بقى بيني وبين نفسي ها لازم اخلصه في ال 90 دقيقه. ما عنديش حل تاني. ليه؟ لاني بعتلي بيه القمه خلاص، الناس ورايا مش هتشوفك، بقرب خلاص، لا ما حدش هيشوفك بعد كده. الماتش اللي جاي والماتش ده مهمين جدا الحقيقه، مش الماتش النهارده بس يعني، الماتشين اللي جايين دول اهم ما في الحكايه كلها عشان تحتفظ. اسامه هيقول لك ده خلاص الدوري في الجزيره ان شاء الله وكده، طبيعي، بس الكلام ده لازم يبقى في الملعب. صح. يعني بشكلنا كده بما يتبقى لينا من الدوري ويتبقى لينا من المباريات، الحمد لله احنا احسن، احنا الاقرب، احنا اللي ادائنا ومستوانا والسكواد بتاعنا، وقلنا قبل كده الحاله البدنيه بتسمح لنا في المباريات دايما ان احنا بنزور خطوط الخصم كتير جدا، وعندنا الافضليه في 10 15 20 فرصه بناخد منها 2 3، وده اللي حصل. قلنا 14 مباراه خلصت بثلاثه.
فبإذن الله النهاردة بنفس المفهوم بنفس الشكل بنفس التركيز اللاعبين واحدة واحدة بإذن الله مع بعض يخلصون الحكاية في أول 45 دقيقة بإذن الله. مش متأخر لأنهم هيلعبوا فرقة بتعرف تروح للجون طبعا وتعرف تجيب الجوان يعني. صحيح وعندهم مفاتيح لعبه كتير كمان. النهارده باذن الله يتحقق لمستر كولر و... باذن الله رب الجهاز الفني كله ما يتمناه جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن علاء النادي الاهلي بيسعى اليوم لمواصله بقى برضو العروض والنتائج المميزه اللي حاصله وكمان مواصله الابتعاد بالصداره منفردا يعني انت كل ما بتكسب ماتش خلاص هو اللي تحتيك طبعا كابتن عادل مش موجوده طب الحمد لله لا عادل عنده حق اما يخلق انت الاقرب ولكن الحسم مبكرا هو اللي عايزينه جماهير النادي الاهلي وهو اعتقد ده اللي بيسعى له لعيبه النادي الاهلي وكمان جهازه الفني بقياده مستر كولر. دي حقيقه يا ايمن يمكن انا يعني مصر على كلامي دلوقتي الاستاذ اللي فات هي مساله وقت بس مش اكتر من كده وان شاء الله تتواجد بطوله الدوري بس هي مساله وقت بالنسبه لي الكلمه بتاعتك اللي هي الجمله بتاعت مساله وقت مساله وقت يعني انت لو خدتش النهارده يبقى بعد مساله وقت مباراه بعد مباراه بعد مباراه مساله الوقت قصدي ان هو كولر عايز يحسم الدوري بدري ممكن قلت الكلام ده السوري فات لكن اقوله بسرعه شويه خلاص بقى الموسم بالنسبه له انتهى الموسم بالنسبه له كل حاجه واضحه مش انتهى تمام لسه في 8 بطولات لكن البطوله اللي الناس كلها مستنياها هو خلص منها هو دي ارتياحيه مش طبيعيه يعني الناس نسي بطوله افريقيا طب هي لحظه هو بس كلام ايه يعني ما كنتش عايز ان انا اتكلم فيه دلوقتي كنت مأجله لبعد كده يعني نفترض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحسم البطوله في خلال الثلاث مباريات دي كويس النهارده اسماعيلي وماتش الاتحاد كويس تفتكر ماتش الزمالك مستر كولر هيفكر في حاجه تانية؟ يا بعيده قوي يا ايمن لا ما انا بسالك لا مش هيبقى في راحات برضو هقول لك حاجه نوعيه كولر مش من نوعيه المدربين دي والله لا هيفكر بالزمالك بجديه لان هو اصل هو وصل له مفهوم وصل له مدى قيمه مباراه الاهلي والزمالك مهما يكون فاز بالبطوله عشان كده بكلمك خالص جماهير الاهلي ما بتقبلش يعني بص ايمن في حاجات جماهير الاهلي ما بتقبلهاش طبعا يعني خصوصا مباراه الاهلي والزمالك برضه نفس الكلام جماهير الزمالك دي بطوله لوحدها تاخد افريقيا تاخد دوري صح. تاخد كاس اللي انت عايزه المباراه دي طبعا والحمد لله كلنا لعبنا المباريات دي يمكن على اجيال مختلفه كان كابتن شريف اول واحد لقى المباراه دي فهو عارف اهلي وزمالك دي بتبعدها خالص بعيد عن الموسم انت دي بطوله حتى من زمان من واحنا صغيرين بنسمع كده دي بطوله خاصه دي بطوله لوحدها دي فعلا فما طلعنا وشفنا ولعبنا وكده عرفنا ان هو دي اهميه خاصه جماهيرك الا النقطه دي ونفس جماهير الزمالك يعني جماهير الزمالك يقول لك انا ما خدتش حاجه الموسم ده وما فيش اي حاجه لكن عند المباراه دي ستوب لازم تركيز لازم 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 فكولر وصل له النقطه دي اكيد يا ايمن وان شاء الله لما يوصل مباراه الاهلي والزمالك الارتياحيه هتبان في المباراه دي انت كل حاجه واخدها الحمد لله فحتى تحضيرك للمباراه بهدوء وهتلعب مباراه حاجه تانية خالص لما يجي وقتها ان شاء الله نتكلم فيها لكن انا بكلمك من هنا لحد ما توصل لان شاء الله المباراه اللي انت هتحسم فيها هو ده اللي هنتكلم فيه الوقت النهارده النهارده في 90 دقيقه كولر كله هفكر فيه حسم المباراه وحسم المباراه ايه من بدري أيوه. هو عايز بيحب يوصل لكده مع المباراه طبعا مختلفه عن المباراه السابقه فيوتشر الفريق أيوه. الى حد كبير من اكتر الفرق اللي عنده عناصر مميزه وبيلعب كوره وبيلعب كوره كويس وعنده عنده خبرات كبيره قوي لكن هو في حاجه هو الفتره دي فيها اللي خلى مباراه النهارده ليها اهميه خاصه عند علي ماهر مظبوط خمس مباريات كسب منهم مباراه ماتش واحد فبالنسبه للفيوتشر يا ايمن وخسران كمان اخر ماتشين من في كاس الرابطه من المصري وكمان في الدوري من المصري ومن مصر برضه صحيح فبالنسبه لعلي ماهر بصفه خاصه بالنسبه مثلا للناس الموجودين في فيوتشر لا انت دايما لما بتيجي تحاسبني كمدير فني بتحاسبني بالخامه اللي عندي بالكواليتي اللي عندي انت عندك فريق وانت ماشي من اول الموسم كويس جدا طبعا اخر خمس مباريات الامور مش كويسه الخلل فين ما انا هقول لك بقى الخلل ما انا مش دارسهم كويس لكن هل الخلل عند نوعيه اللعيبه اداء اللعيبه التفكير نفسه ان اللعيبه احنا كويسين قوي كده وصلنا وعملنا وخلاص اهلنا لافريقيا فارتياحيه هو ده اللي بيفرق بين النوعيه دي من النوعيه دي يعني او الاجواء بمعنى صح ايمن الاجواء نفسها مثلا انا دايما بحب اتكلم على اجواء فرق بتكلم عن النادي الاهلي ده جو مختلف خالص عن كل الفرق مع احترامي الكامل ليه اجواء النادي الاهلي مختلفه في ايه بتبقى كسبان بطوله تقعد بيها يوم تلاقي جماهيرك مع خلاص الحمد لله التانيات هي دي ايوه الاجواء دي ايمن صعب 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 ثلاث مرات تلاقيها في نادي تاني
هو في حصل اكتفاء، بس الاكتفاء جيب نتائج عكسية. نتائج عكسية تخلي النهاردة مباراة صعبة. صعبة من ناحية ايه؟ علي مقال مش عايز يخسر. صح. استحالة. مش عايز يخسر. فالنهاردة هتلاقي المبعدين عنده امكانيات كويسة. وعنده لعبة مقلقة. غير مثلا البنك الاهلي. البنك الاهلي الراجل يعني الراجل في المؤتمر كمان ضحكني. بجد ضحكني. يعني انا بشوف يعني مدى السذاجة اللي احنا وصلنا لها مع الاجانب خصوصا. يطلع يقول لك ايه؟ اكتر حاجة النهاردة ان انا سببت مشاكل للاهلي. لو النبي. يعني انا جايبك. وعامل لك مرتب مش عارف كام وجايب لعيبه. على فكره البنك الاهلي عنده لعيبه كويسه. صح. عشان حضرتك تطلع المؤتمر الصحفي تقول لي سببت مشاكل للنادي الاهلي. انت بتتكلم جد؟ طب انا جايبك ليه؟ عارف لو واحد لو مدرب مصري قال الكلمه دي يا لهوي اتقطع كان بقت كارثه. انما طبعا عند الاجنبي ده راجل جاي فاهمني. فانت متخيل مدير فني اقصى امنياته يقول لك انا سببت مشاكل للنادي الاهلي وخسرت ثلاثه وكانت ممكن تطلع سته. أيوه. هي دي بقول لك عليها في ايه يا مان؟ لو لعبت النادي الاهلي او كان الحظ مع محمد شريف ومباراة طلعت ستة ما كانش يطلع يتكلم. لكن تخيل واحد بيقول كده وخسران ثلاثة. فهي الموضوع كله في ايدك انت. انت اللي بتسهل الامور على فريق منافس وانت اللي بتصعب الامور تماما. هو ده النادي الاهلي. لكن النهارده مباراة مختلفة في تفكير علي ماهر في نوعية اللعيبة الموجودة. اللعيبة الموجودة كويسة جدا جدا جدا. لو سبت مساحات، لو سبت وقت، لو سبت فيه لعب، لو لعبت الجيم هنا وهنا لا هتوصل لمرحله مش كويسه. عشان كده بتمنى ان شاء الله النهارده تكون الفكره دي واصله للعبه تبدا النهارده. انا ماليش دعوه مين اللي هيبدا على فكره الكلام ده احنا قتلناه شرح. لكن توصل النهارده تلعب ان انت ثلاث نقاط مهمين جدا تعتبرهم النهارده ثلاث نقاط الدوري. صح. هو ده المهم ان شاء الله. صحيح. كابتن اسامه زي ما قال الكباتن مباراه مهمه تحدي جديد بس مباراه صعبه غير الماتشات اللي فاتت. نوعيه الفريق اللي هنلعبه في فرق فيوتشر اولا مش من نوع الفرق اللي هي بتقفل لك الجيم وتزهقك ومش من النوع دي. عندهم لعيبه كوره بيلعبوا لعب مفتوح. النهارده زي ما قالوا كباتننا الكبار مش عايز يخسر على الاقل على الاقل يطلع بنقطه ايجابيه. فالماتش صعب ومهمه صعبه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي. ماتش مهم لكن صعب قوي؟ لا مش صعب قوي. النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته الفترات اللي فاتت. يعني بيأدي بنجاح حتى لما بيحصل تغييرات في ثقة المكسب موجودة ودي مهمة جدا. الفرقة وهي بتلعب بعد البطولات اللي اتحققت خلال الموسم تحس في ثقة وفي توفيق كمان. توفيق جاي من ايه؟ توفيق جاي من انك انت شغال طول الموسم كويس وحققت نتائج كويسة وكلنا عشنا الاجواء دي. لما بتبقى كسبان ومحقق نتائج جيده وبطولات بتحس ان الامور متسهله معاك كمان لانك في ثقه في ادائك. ولما بيكون في ثقه بتلاقي الامور ماشي بقت سهله وماشيه. ما بيبقاش في توتر، ما بقاش في خوف. غير الفرق اللي تلاقيها بتخسر نتائجها متدنيه تراجع تلاقي بقى في قلق في توتر. لما يروح على الجون تلاقيه متردد. لما يجي يطلع الكره جوه ال 18 عنده تلاقيه مرتبك. بيبقى عليه ضغوط كتيره. تملي الفرق اللي بتخسر بيحصل لها كده. النادي الاهلي الحمد لله المكاسب مدياله ثقه. المباراه يعني انا مش عايز اقول ايه صعبه بمعنى انه مش يعني خارج قدراتنا. لا هي صعبه بحكم ان زي ما انتوا قلتوا انه فيوتشر فريق عنده عناصر جيده عنده نوعيه لعيبه مختلفه عن بقيه الدوري. يعني بيراميدز فيوتشر اكيد الزمالك باسمه وتاريخه وجماهيره. الثلاث فرق دولت هما اللي عندهم عناصر عندها امكانيات مختلفه عن بقيه عناصر الدوري. ممكن يكون في لاعب تاني في فرقه تانيه افضل من حد في الفرقه دي. لكن انا بصفه عامه الفرقه دي الفرقه كفرقه من اول حراسه المرمى لغايه المهاجم عندهم تكوين جيد. تكوين فيه عناصر جيده وعناصر متنوعه وعندهم طيب امكانيات. طيب انت بتقول لي ليه الماتش ما فيهوش صعوبه؟ لا
يعني هو ماتش مهم وصعب، بس انا عايز اقول ان النادي الاهلي الدوافع اللي عنده في يوتشر حتى كان الاول من فتره يعني كانوا بيحاولوا ينافسوا على الدوري بعده، كانوا بيحاولوا ينافسوا على المركز الثاني بعده، يعني بقى بين بيراميدز وفيوتشر 10 نقط دلوقتي. في فتره من 5-6 ماتشات مثلا كانت تلاقي فيوتشر راكب او قريب او قوي. كلامك يمكن يا كابتن اسامه يعني ده ماتش الملخص للشوط الدور الاولاني لو تفتكر. فيوتشر معانا في الماتش من بدايه المباراه، ايوه يعني الماتش سجال رايح جاي. ما هما بص يا ايمن بيلعبوا دلوقتي هما كمان مش مضغوطين. ايوه الاهلي هو اللي عنده يعني دوافع اكبر لانه عايز يحسم الدوري. هو دلوقتي مش مضغوط لانه خلاص الدوري بعد عنه تماما، واحنا كنا بنقول من الاول ما يقدروش يكملوا المنافسه على الدوري. تاني حاجه ال المركز الثاني بعد عنهم، أيوة. بقى في فرق 10 نقط بينهم وبين بيراميدز وكل اللي باقي 3 ماتشات فبعد عنهم. هو بس يمكن الزمالك، وهو الزمالك 56 وهو 57 بيلعبوا على الكونفدراليه ماشي، بس هو انا اقصد ايه يعني ممكن يكونوا ايه بيتمنوا ان ياخدوا المركز الثالث. ايوه الزمالك بيلاحقهم جامد والاثنين لاعبين 31 ماتش، ده 56 57 أيوة. هي دي بس اللي ممكن تكون يعني مدياهم دوافع كبيره شويه. ايوه فهم عندهم عناصر جيده وكل حاجه، لكن امكانيات لعيبه النادي الاهلي الدوافع اللي عند لعيبه النادي الاهلي هتبقى اكبر، وان شاء الله نقدر نحسم اللقاء. لكن مش معنى كده انه زي ما كابتن شريف قال انك بدون جهد هيحصل ده كده، لا طبعا. يعني لازم تتعب جوه الملعب، ولازم تكافح، ولازم تجري، ولازم تأدي بشكل كويس، ولازم تحاول تستغل الفرص وتركز في المواقف الدفاعية. فأنت لازم تعمل كل الحاجات دي عشان اللي احنا بنقوله ان النادي الأهلي قدراته أكبر وعناصره أخطر وهو اللي بيكسب البطولات واللي عنده تفوق، يبقى واقعياً مش بس على الورق، يبقى واقعيا داخل الملعب. فهي عايزه جهد وعايزه اصرار وعايزه تصميم. لكن ماتش طبعا مهم، وفرقه جيده وفرقه تقدر تجيب اهداف وعندها لعيبه عندهم صناعه اهداف كتيره، يعني زي احمد رفعت وزي رضا بوب وناصر ماهر يعني كتير، وفاروق واحمد عاطف وعمر كمان وجوناثان ناحيه الليفت لا عندهم مجموعه لعيبه مميزه يعني عندهم فرقه. رغم ان الغريب ان هم سابع فرقه في التهديف. ايوه يعني طبعا الاهلي اكتر دفاع وهجوم، في فيوتشر 50، الزمالك 46، المقاولين 34، الاتحاد 35، البنك الاهلي 34، هو جايب 32 هدف. دي غريبه جدا يعني، بس هو تاني اقوى خط دفاع بعد النادي الاهلي. يعني 19 هدف، النادي الاهلي جاي عليه 7، هم 19 هم تاني اقوى دفاع. مزبوط. لكن سابع او ثامن فرقه بتحرز اهداف. وخلي بالك برضو دي حاجه يعني كويس ان هم في المركز الثالث، لانه تملي اللي ما بيجيبش اهداف عاليه بيبقى في مراكز متاخره شويه او متوسطه. بالظبط. لكن هم جايبين 32 هدف، ما تعتبرش نسبه كبيره. صحيح. بس هو داخل فيهم 19 هدف. صحيح. فهم عندهم قدرات في الامكانيات الهجوميه جيده، وعندهم برضو في القدرات الدفاعيه جيده. فالماتش هيبقى مهم جدا، ولكن زي ما قلت النادي الاهلي لو بذل اقصى جهد عنده ان شاء الله المباراه تبقى سهله بالنسبه باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن بلال، مهمه صعبه النهارده للنادي الاهلي، ليه هدف واحد وعايز يكسب الماتش عشان يقترب اكتر واكتر من درع الدوري العام. طبيعي كباتن اتكلموا في اهميه المباراه. انا ليه اهميه ثانيه من وجهه نظري، يعني يعني غير الاهميه طبعا الكبيره والقصوى اللي هي انك تكسب عشان الدوري العام او اقترابك من حسم البطوله. انا اهميتي او الاهميه بالنسبه لي ان انا احب اكسب المنافس، احب اكسب الفرق القريبه ليا، احب اكسب الفرق اللي ليا عندها او اللي فيه تحدي ما بيني وما بينها، احب اكسب الفرق اللي كان فيه تعثر قبل كده تمام في اللقاءات معاها. فرقه فيوتشر في الراوند الاولاني تمام كانت هي اعتقد هي تعتلي جدول الترتيب.
وبعد طبعا ما الاهلي ابتدى يلعب المباريات بتاعته المؤجله خلاص اتحط الاهلي في وضع مكانه الطبيعي. لكن المباراه الاولى احنا تعادلنا مع فيوتشر وكان مطرود منه لعيب. هم مطرود عمر كمان في اول 10 دقائق. طبعا مطرود منه لعيب. صحيح. فكانت بالنسبه لي انا شخصيا نتيجه غير ايجابيه من وجهه نظري. كاننا خسرنا. كاداء ونتيجه. صحيح. النهارده انت بعد مسيره كبيره جدا من النجاحات، بعد مسيره كبيره جدا من المكاسب، بعد مسيره كبيره جدا من الاهداف اللي انت بتحاول البطولات اللي انت حصلت عليها، لابد انك تحط ده قدام نصاب عينيك في الملعب نفسه. صحيح. تمام؟ انا بلاعب فرقه النهارده كانت في يوم من الايام في تحدي ما بيني وما بينه. فالطبيعي النهارده لازم الناس تشوف الاهلي مش هقول في ثوبه الحقيقي، لا في بطبيعته. ايوه. انت فرقه النهارده كسبت تقريبا 14 او 15 مره 3-0 تقريبا يعني. 14 مره 3-0 نتائج مع فرق كتيره جدا وفرق قويه. فالنهارده في مسابقات مختلفه. بالظبط في مسابقات اكيد طبعا مع فرق قويه يعني. فالنهارده انا من وجهه نظري الشخصيه لازم تبروز ده. في مباراة النهارده لازم تكسب عشان تبروز المكاسب اللي انت حققتها، فعشان فرقه تبقى واقفه مع قصادك. وارد انك خد بالك في كره القدم كل شيء، ما وارد ان النهارده واحد يتعور، وارد واحد يطرد، وارد واحد ياخد انذارين، وارد في كل وارد خطأ، وارد بنالتي، وارد اي حاجه وارده في كره القدم. لكن انا بتكلم في 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 في, في, في يعني سياق الماتش الطبيعي انك بتلعب مباراه طبيعيه لازم تبقى انت الافضل وتبين ده في الملعب. يعني خد بالك الفرقه دي على قدر الامكان الفرقه اللي هتاخد منك نقطه هتقول لك انا اوقفت انتصارات او سلسله انتصارات النادي الاهلي. صحيح. وده اللي احنا مش عايزينه. مكسب بالنسبه لك. بالظبط. الراجل كمان بيفكر في حاجه مهمه جدا من وجهه نظري، ما اعرفش هل هي صح ولا غلط. بيفكر انه يكسب عشان يريح بعد كده اللعيبه. يعني الناس بتقول لك انت ما تريح من دلوقتي. لا هو ممكن يكون عنده وجهه نظر مختلفه. طب انا اكسب دلوقتي وريح فيما بعد. يبقى افضل بالنسبه له، بدل ما اعمل يعني ممكن تعمل روتيشن وبتاع وتحط ده مكان ده وتلعب ده اللعيب مكان بعضها، لكن اعتقد انه طالما مكمل مع النادي الاهلي من وجهه نظري انا بشوف انه لا عايز مستعجل على المكسب علشان خاطر فيما بعد يدي الراحات للعيب. ماشي. بس انا عايز اقول لك حاجه، يعني مثلا انت شايف مثلا ان احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين بخطه ثابته. صحيح. وفي مواصله للانتصارات. ولكن انت برضو عندك ضغوط بسبب المباريات المتتاليه كل يومين ثلاثه. حلو. فممكن الضغوط دي اخرها امتى يا كابتن؟ اخر الشهر. طيب اخر الشهر تسع ماتشات بعد كام؟ لا تسع ماتشات. انا بتكلم على حسم البطوله. لا 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 انا ما بتكلمش على حسم البطوله. لا انا بكلمك في حسم البطوله. انا عارف ما بكلمكش في انك عندك مباريات لحد انت عندك انت سيزون متواصل. بالظبط. لا انا بتكلم انت اوريدي عندك ضغط للسنه الجايه كمان. ماشي. انا بتكلم على اساس ايه؟ ان انت عندك الاريحيه لسه زي ما بيقول الكابتن اسامه، يعني مفيش حاجه ضغطك قوي قوي قوي، لكن انت عايز تحسمها بدري. ولكن يعني انت مثلا لا قدر الله جيت اتعادلت ماتش ما حسمتش في الثلاث ماتشات، هيبقى في ضغوط، هيبقى في زعل، هيبقى في لا ضغوط. لا يا كابتن ليه؟ مش هيبقى في ضغوط لا لا انت زعل. لا 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 خد بالك خد بالك المديرين الفنيين همه النهارده الثلاث نقط بتوع النهارده، لكن هو ببلان لبكره برضه. بالظبط. مش للنهارده بس. ده اللي انا اقصده. يعني انت ما بتعملش البلان بتاعك على النهارده بس، انت مش هتخلص البطوله ومروح بيتك وسلام والتعاقد انتهى. لا انا ببلان للي انا عملته، عايز ااكد اللي انا عملته او احافظ عليه بمعنى ادق يعني. فالنهارده الراجل عايز يكسب ليه النهارده؟ عايز يكسب ليه الثلاث ماتشات؟ عشان يبقى عندك ست ماتشات تقدر تريح زي ما انت عايز. بالظبط. رايح لعيب ماتشين ثلاثة، رايح لعيب ماتشين، رايح لعيب ماتش تدي يعني راح عنده اهداف تانية، لان خد بالك انت عندك برضو كاس تاني لسه هتلعبه. فانت محتاج راحات علشان تقدر تكمل باللعيبه. الراجل يعني اعتقد يعني الامر محير جدا بالنسبه له. انا يعني موسم هيلتحم في موسم تاني، اللعيبه اللي موجوده عندك كلهم لعيبه كواليتي كويسه في حاله بدنيه عاليه جدا جدا بالنسبه له. طب هل اللعيبه هتكمل بنفس هتمشي بنفس الطريقه وهتكمل للموسم اللي جاي دون راحات؟ يعني اللي نفع النادي الاهلي ايه السنه دي، او اللي نفعنا كنادي اهلي السنه دي إيه؟ انك اخذت قرار براحه اللعيبه من ثلاثه سيزونز ورا بعض ما كنتش بترتاح فيهم 10 ايام. فانت عملت ايه؟ قلت لا خلاص انا هاخد قرار، اللعيبه مش هتلعب تمام، وهدي راحات ولاعب اللعيبه الثانيه، ومش مهم الدوري العام بالنسبه لي، مقابل ان انا قدامه سنتين ثلاثه ممكن احصل على بطولات. الراجل برضو اكيد قعد مع المسؤولين وعرف اللي حصل السنه اللي فاتت، وعرف الامور بتدار ازاي، وعارف ايه مشاكل الدوري العام، وايه مشكله الماتشات المتتاليه، وايه مشكله عدم الراحات. فبالتالي مهم جدا بالنسبه له انا كمدير فني كهيد كوتش ان انا احسم الامور بدري عشان اعرف ادي راحات للعيبه فيما بعد، لان عندي سيزون
كبير لسه كمان. السيزون هيبتدي ايه؟ انت عندك هذه دوري عام وبعدين عندك كاس العالم للانديه ولسه مصر لسه هنكمل بعد كده كمان. انا بكلمك في السيزون الجديد هتبتدي بدوري وكاس وكاس عالم للانديه شهر 12 اعتقد ومباراه كاس السوبر الافريقي والسوبر الافريقي اكيد وفي دوري سوبر افريقي كمان شهر 10 يعني يعني لا يعني مليان على يعني كان الله في عون النادي الاهلي طبعا صحيح. وكان الله في عون المدير الفني واللاعبين فيما بعد يعني. صحيح. لكن اعتقد الراجل من وجهه نظري هو بيفكر ان هو يحسم مبكرا عشان يدي راحات للعيبه. طب قبل ما نقول تشكيل الفريق في تغييرات النهارده ان شاء الله يعني كالمعتاد من الراجل في الاونه الاخيره فيه. اكيد في طيب. طبيعي يعني طيب تشكيل النادي الاهلي النهارده لمباراه فيوتشر محمد الشناوي لحراسه المرمى رباعي خط الظهر علي معلول ظهير ايسر محمد هاني ظهير ايمن قلبي الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم وثلاثي خط الوسط مروان عطيه اليو ديانج احمد قندوسي وثلاثي المقدمه حسين الشحات بيرسي تاو ومحمود كهربا مره ثانيه محمد الشناوي لحراسه المرمى محمد هاني ظهير ايمن علي معلول ظهير ايسر قلبي الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم ثلاثي خط الوسط اليو ديانج مروان عطيه واحمد قندوسي وثلاثي المقدمه حسين الشحات بيرسي تاو ومحمود كهربا. نروح نشوف تقرير عن المباراه ونرجع نتكلم مع نجومنا الكبار عن تشكيل فرقه النادي الاهلي. انتظرونا. كابتن شريف تشكيل النادي الاهلي النهارده يمكن قندوسي بادئ خط ظهر زي ما هو عن الماتش اللي فات وبادئ محمود كهربا عودة حسين الشحات وعودة بيرسي تاو يعني بتتكلم على ثلاثي الهجومي كله متغير عن المباراة اللي فاتت بجانب بداية أحمد قندوسي من بدء المباراة بداية المباراة هو واضح من الرؤية اللي احنا بنشوفها مع مستر كولر بيتعامل زي ما قلنا بوحدة واحدة يعني المباراة اللي فاتت أو المباراة اللي قبلها هتلاقي تحسن في اداء قفشه لقينا قفشه خد مره احسن لاعب في مباراه والمباراه اللي بعدها لعب تاني هاف تايم كويس قوي لقيناه ستاندنج في التيم تاني المباراه اللي بعدها هو بيستغل حاله اللعيبه كويس كويس قندوسي بالكره اللي حارب عليها ولعبها بالعرض هو وكهربا خلوه النهارده اساسي انا بكلمك انا من دي مش مره ولا اثنين حتى في تعامله واستراتيجيته في الروتيشن والحاجات دي كنت بتكلم مع بلال اول ما تلاقي لو هو انت بتقول عايز يريح لا عندك واحد هنا في الفرقه ها اول ما تلاقيه اعرف ان الموضوع لا لسه انا لسه عايز اخد الدوري وبلعب بالقوام الاساسي بتاعي كله وما عنديش تريح لحد عندي ممكن اريح واحد نص ساعه واجيبه تاني في الملعب عشان السكواد اللي عندك الكويس عشان الحاله البدنيه بتاعتنا تسمح لنا محمد الشناوي اول ما تلاقيه في الفرقه لا مفيش هزار وعلي معلول علي معلول ممكن يقعد لا ما بيقعدش وخالد عبد الفتاح يجي الناحيه الثانيه لا ممكن زي ما الكباتن قالوا انذار طرد اي حاجه انما الشناوي ده اول ما بتلاقيه في طب ما انا العب بالاثنين التانيين عندهم مستوى هايل قدام بقى انا عايز اريح واعمل طب ما بريح كمان الشناوي ها قدام انا بعمل روتيشنز لا 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 هو اول ما هيعلن خلاص الحمد لله خد الدوري هتتفرج بقى اول واحد مش هتلاقيه في الفرقه حقه بقى انه يستريح شويه وبيلعب راجل عضلاته عندها شد وبتاع هو حارس المرمى بتاعك على طول منتخب مصر وعلى طول هنا ده اول واحد لازم هياخد يعني من عنده فانت من الفرق في كل محاوله يا ايمن وانت بتتفرج على فرقتك عايز تجيب جول كويس في كل محاوله هم اربع فرق في الدوري بتتفرج عليهم في فرق بختك يا ابو بخيت ها وعلى مرار ال 90 دقيقه ثلاث اربع مرات تلاقيهم راحوا على الجون ها اتوفقوا في واحده اهلا وسهلا هيصوا وباصوا بعض ويحافظوا بقى على الجول ها وغالبا ما بيحصلش الحفاظ ده لان هم لا يملكوا ولكن في فرق اربع فرق عندك انت منهم الفرقتين بتوع النهارده يملكوا ان هم يترجموا اهداف في كل هجمه بيروحوها او عندهم الدوافع ان يبقوا لهم وجود باسماء. طب نيجي للفرقه اللي احنا عاملين حسابها النهارده وبنتكلم عنها. الفرقه دي ايه؟
ها؟ الفرقه دي وحشه بقى لها فتره مش كويسين. فرقه زي ما الكباتن قالوا بلال وعلاء واسامه، الفرقه دي شبعت. بس ده لا يعني الفرقه دي مش تريحها. لا يعني انها فرقه سهله. لا ولا فرقه وحشه. بس انا بقول لك ايه سبب خسرانين الفرق الوقت ده، انما هم في حاله مش عارفين يلموا نفسهم. مش مساله مدرب. لا اللعيبه نفسها خلاص ساتسفايد يعني. كويس بس بيلعبوا النادي الاهلي. الشو بقى. ما انا جاي لك. انا مش بقول لك ان هم فرقه، انما انا عايز اقول لك انت عندك حاله استغلال النهارده لفرقه بتلعبك بتدور ازاي تلم ادائها الجيد اللي وصلها للمركز الثالث على حسابك انت. حساب اللي هو مين بقى؟ الفرقه اللي هي عايزه تاخد الثلاث نقاط النهارده، لان خلاص النهارده 50% او 60% من البطوله ان شاء الله. ف التفاوت في اللاعبين والاداء والكلام ده ما لا ده في ارضيه الملعب. احنا بنقول ايه دايما؟ الملعب هو اللي بيرد دايما. حاله التركيز وحاله الروح اللي هي بتبقى مع الفريق اللي يهمني. الفرقه الثانيه ما هي اللي رد فعل. خد بالك انت اللي كلنا كنا بنقول انت اللي بتخلي الفرقه دي موجوده معاك في المباراه او عن طريق ايه؟ الميس باص. انت لو فرقتك النهارده الميس باص بتاعها كتير وما بتعرفش ترد في نص ملعبك وتساعد الديفنس بتاعك، هتشوف علي معلول كتير، هتشوف عبد المنعم كتير، هتشوف الشناوي كتير، هتشوف هاني كتير، هنشوف ياسر ابراهيم ونديله درجه النهارده هايل ولا مش. احنا الاسماء دي المفروض ما نشوفهاش. الاسماء اللي احنا بنتكلم تاني وبنعرضها دي انا المفروض ما اسمعش عنها غير خمس ست مرات في الماتش. ليه؟ لان عندك حاله ثبات لمروان عطيه وإيلي جونج بيشيلوا الدنيا دي كلها، واطرافك شغاله زي الفل، وانت بكل محاوله بتروح على الجول بتبقى معرض ان انت تجيب جون واثنين وثلاثه. على الاقل لو محمد شريف اتوفق بيتوفق ها نكسب 6-7. لو كهربا بيتوفق اديك شفت الجول اللي جابه عامل ازاي. بالك بقى بالحاله بتاعت ماتش الهلال، التوقيفه ومن فوق الراجل والبصر والتركيز والحاله البدنيه والشكل. وانا النهارده جاي عايز ااكد سلسله حضوري في هذا المكان. أي. اللي وداني منتخب مصر عنك انت حاجات كتير قوي. وارجع لبلال واقول لك مسيره النجاحات، مسيره النجاحات هي اللي بتاهلك النهارده انك تمسك فيها. يعني امسك في النجاحات وامسك في الحاله البدنيه والتوافر والتوفيق اللي احنا فيه ده كله، هو ده اساس الماتش بتاع النهارده. اه بتلعب ناس عندها فكره عن الكوره اه، ولكن انت المفروض بنائك للهجمه دماغك وتركيزها في البطوله. انت شكل تاني السنه دي الحمد لله. عايزين نستغله في مباراه النهارده. مباراه النهارده 60-70% بتوديك في حته تانيه خالص اللي هي الاحتفاظ بالبطوله ان شاء الله. وده طبيعي. الكلام اللي انا بقوله ده الناس كلها عارفاه. ما في انا ما بقولش حاجه زياده غير اول هدف وتاني هدف. هتتمتع زي ما بنتمتع. انت شفت التصويرتين بتوع الماتش اللي فات؟ بصينا لبعض كلنا. بصينا لبعض في الفاول. بصينا لبعض لعبد القادر وهو بيبعت الكوره بليزنج كده. ايه اللي حلو فيهم؟ المفهوم نفسه. ان انا جاي اشوط النهارده، انا جاي اعمل الضربات الثابته عن حق. انا جاي استغل الضربات الثابته بدل ما بتستغل عليا، لا انا اللي بستغلها دلوقتي. لما انت عملت كده حصل ايه؟ الفرق كشت. انا اول شوط الماتش اللي فات شفت واحده لمحمد شريف بس ككوره ها بنروح على الجول. انما الهدفين جايين ازاي؟ من شكل فردي بحت. دخول وتوغل لجوه. انا لحد النهارده ما اعرفش بيرسي تاو، ما حدش قال لي يا جماعه هو مستر كولر بيقول له خش لجوه كده وسيب المكان ناحيه اليمين ده، ولا بيلعبوا بتحرر زي ما هو عايز. ده كلام بينهم وبين بعض. احنا لحد دلوقتي مش قادرين. لا انا جاوبتك استاذ، قلت لي ايه؟ جاوبتك بس انت مش واخد بالك. لا هو كابتن انا باخد بالي كويس قوي عشان كده بقول لك ايه. زي ما علاء قال، زي ما بلال قال، خد بالك. انا جاوبت بس انا عايز اقول لك حاجه. انا والله ما فاكر. انا مش مصدق. هقول لك ما تقوليش انت في الفاصل. لا اللي انا عايز اقوله ايه؟ يعني في حاجات بتحصل في الملعب دلوقتي هي اللي مدياك الرياده. ايه المدياك؟ انا نفسي مش عارف الراجل ده داخل عامل لي حاله. انا بالنسبه لي حاله كويسه قوي، حكايه التحرر والسويتشات وانك انت تدي الراجل اللي معهوش فاجر على الراجل اللي معاه كوره في عرض اثنين ثلاثه يتحركوا له. يعني فهمت ازاي؟ هو ده الاهلي اللي هو بيروح على كل هجمه عايز يحرز منها هدف. وانا ببقى قاعد عامل ايه وانا بتفرج؟ وهنا حاطط رجل على رجل ومبسوط بفرقتي والجماهير مبسوطه بفرقتها والدنيا كلها والتشجيع شغال في المدرجات، ولكن عن طريق اول هدف. يعني اول هدف بيحطونا في حته ثانيه. صحيح. طيب كابتن علاء خليني اكلمك على نقطه معينه. البدء النهارده باحمد قندوسي على حساب قفشه، وهل قندوسي هيبقى
جنب مروان عطية وديانج، ولا هو اللي هيلعب نفس دور أفشة اللي لعبه الماتش اللي فات؟ المكان ده أيمن بيبقى على طول نفس دور أفشة اللي هو البلاي ميكر، إذا كان محمد مجدي أو كوندوسي، هو المكان ده لما كولر بيوظف حد يبقى عشان المهمة دي، لكن مش ثلاثة. كويس. حتى لو محمد مجدي يعني هو متمرس أكتر، موجود في مكان ده أكتر، عمره ما لعبها ثلاثة خالص، استحال لعبها ثلاثة. صح. انت قلت لي المره اللي فاتت ان هو مجبر على كده بسبب اصابه عمرو السوليه وخروج حمدي فتحي او رحيل حمدي فتحي لقطر، فما فيش بديل او ما فيش حد. ما هو طب ما هو عنده مثلا فخري ممكن يؤدي الدور ده بره، وادى قبل كده وبدا بيه قبل كده، بس ما فخري ما نجحش في الموضوع ده، ان هو مش مكانه. انت عندك فكره ان فخري اصلا بيلعب للحته بتاعت محمد مجدي واحمد الكندوسي، لكن هو مش مدافع، مش نص ملعب. أي. مدافع عشان كده يمكن امكانياته مش مناسبه. لان هو لو امكانياته مناسبه كان كولر اداله الفتره دي وكان لاعب بثلاثه. لكن هو عنده حمدي فتحي والسوليه بره، فهو مش عايز يجيب حد دايما، برده مش المدير الفني دايما عايز حد موجود رجليه في الملعب. زي مين؟ ماشي، محمد مجدي الفتره اللي فاتت ماشي كويس جدا، خندوسي بدا يديله. كولر من نوعيه المدربين ان لو لعيب بعيد وبدا يديله بدا يحس ان هو كويس وعايز يلعب بروح بيديله تاني، فاهم يعني؟ يديله فرصه تاني وتالت ليه، وممكن بعد كده يروح مرجع مين بقى الاساسي تاني. بس هو عمل حاجه، هو كسب لعيب في اللعيب في المكان ده عنده ثقه في نفسه، لو احتاجه اي وقت الاو. انت فاهمني؟ صح. هو دايما بيبني لبعد كده. ماشي. يعني حتى مثلا سي مثلا اسامه مثلا بره بقى له فتره كتير، او روح مدي اسامه مباراه، اسامه او اديله مثلا نص ساعه، نص ساعه دي اسامه اجاد فيها، روح مستني مديله مثلا اكتر شويه، وسام بقى كويس، روح مديله الماتش اللي بعديه ياخد الماتش كله كامل. وممكن بعد كده يبدا تاني مثلا بثلاثه تاني، لكن هو خلاص تاكد ان اسامه دخل الفورمه اللي هو بيفكر فيها كولر، وقت ما يحتاج اسامه مش هيحتاج الوقت ده كله عشان يرجعه تاني. فاهمني؟ هو النهارده ما بين خيارين، يا اما يبدا محمد مجدي او القندوسي. كويس. هو شايف ان محمد مجدي الفتره اللي فاتت، وكان اسامه بيتكلم كابتن شريف ان هو ماشي كويس وواخد احسن لعيب في المباراه اللي قبل دي، والامور الى حد ما محمد بدا يرجع تاني لمستواه اللي الناس كلها عارفاه. ماشي. كوندوسي بدا، عارف انت الواحد بيتحسس الطريق كده شويه في شويه في شويه، ماشي. فهو النهارده قرر كوندوسي. كويس. ليه؟ انا بديك ثقتي فيك انت النهارده، فلازم تأدي اقصى حاجه عندك لسببين، عشان تبقى موجود في الفرقه، وعشان النهارده لو حصل اي تقصير من قندوسي في صعوبه في المباراه. خلي الكلمه دي كده ايه على جنب. اي تقصير النهارده من احمد القندوسي في نص الملعب هتفقد نص الملعب تماما، ودي الميزه اللي عند فيوتشر. مظبوط. السته اللي قدام خصوصا نص الملعب، لعيبه كره كويسه لو سبت لهم مساحه ووقت هتتعب، وانت هتجري ورا الكوره، مع انك انت مش هيبقى كده، انت عايز دايما انت الفاعل وانت مستحوذ. لو نص الملعب اتاخد منك النهارده عشان بس احمد القندوسي كسل شويه، هتتعب. لان استحاله ايمن مروان وديانج يقفلوا على ثلاثه في نص الملعب وثلاث لعيبه كويسين. صح. يعني بقول لك لو هم ثلاثه عاديين كان ممكن، لا ثلاث لعيبه كويسين هتتعب لو لقوا مساحه ولقوا وقت واستلموا الكره وبداوا ينقلوا الكره كده. ده اللي هدور عليه علي ماهر النهارده. ما هو كل مدير فني بيشوف التشكيل الثاني ايه. يعني علي ماهر ما شاف النهارده احمد القندوسي، علي ماهر النهارده كل كلامه حاول تخلي الكره معاه. بتتكلم على نص الملعب بالنسبه لفيوتشر، لو بدا مثلا مهند وبوبو وناصر ماهر، الثلاثه لعيبه كوره كويسين جدا، خصوصا بوبو وناصر ماهر. لا دول يعني صحيح. دول انا ضامنهم تماما تماما. يعني فدول ممكن يضايقوك في اللعب يا ايمن، هم مهارين بيعرفوا يلعبوا كوره كويس قوي، لو ما فيش ضغط عليهم ومساحات قليله كل كره من رجلهم تطلع صح. خصوصا بقول لك فيوتشر بيتميز بالست لعيبه اللي قدام، عندهم ممكن يقول لك مشاكل كبيره قوي، عكس المدافعين، المدافعين في تفاوت شويه بين ده وبين ده، لكن هم هجوميا لا، هجوميا فرقه كويسه، مع ان كده مش مسجلين اهداف كتير كمان، لكن كان الاستاذ بيتكلم في النقطه دي. هم لعيبه كويسه، اطلع صلاه اطلع الفاصل حاجه، هم لعيبه كوره كويسه، فمش لازم تديهم اللي هو اي لعيب كوره بيدور عليه وقت ومساحه عشان يقدر يتصرف صح ويبدا يلعب الكوره بارتياحيه. النهارده علي ماهر انا متاكد من بدايه المباراه هيخلي دايما الكوره في رجله اطول وقت ممكن لسببين. ياخد ثقه، فرقته تاخد ثقه في نفسها كويس قوي عشان ضغطه النادي الاهلي اللي عاملها، ولا حد ما ممكن يشكل عليه خطوره. هو النهارده عايز يدور على
الثقه المفقوده اللي اتكلم عليها كابتن شريف وكلم عليها اسامه وبلال ان فيوتشر مش هو فيوتشر بتاع بدايه الموسم. الموسم هو عايز يبدا النهارده ب مش عايز يبقى يكون مضغوط. صحيح. الفصل عشان الادان طبعا. ماشي. هنقول سريعا احتياطي النادي الاهلي وبعدين نخرج لفاصل. علي لطفي حارس المرمى، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد فخري. سريعا فيوتشر وبعدين نروح لفاصل. محمود عبد الرحيم جنش لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر باسم علي، ظهير ايمن، طارق طه ظهير ايسر، وقلبي الدفاع علي الفيل، وغريب انا محطوط عندي عمر كمال مع ان المكان ده اصلا كان بيلعب فيه سعد سمير. سعد سمير ثلاثي خط الوسط مهند لاشين، غنام محمد، ناصر ماهر، وثلاثي المقدمه احمد رفعت، محمد فاروق، احمد عاطف، والبدلاء محمد طارق حراسه المرمى، هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر السعيد، مصطفى البدري، محمود شعبان، محمد عبد السلام، بابا توندي، ورمضان محمد حارس مرمى اخر. غريبه ان سعد مش موجود. غريبه جدا. محمد رضا بوك. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. نقول سريعا احتياطي النادي الاهلي وبعدين نقول تشكيل فيوتشر مره اخرى. بدلاء النادي الاهلي علي لطفي لحراسه المرمى، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، ومحمد فخري. تشكيل فيوتشر. محمود عبد الرحيم لحراسه المرمى، ورباعي خط الظهر باسم علي ظهير ايمن، طارق طه ظهير ايسر، قلبي الدفاع علي الفيل، عمر كمال، ثلاثي خط الوسط مهند لاشين، غنام محمد، ناصر ماهر، وثلاثي المقدمه احمد رفعت، محمد فاروق، احمد عاطف. البدلاء محمد طارق لحراسه المرمى، هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر السعيد، مصطفى البدري، محمود شعبان، محمد عبد السلام، بابا توندي، ورمضان محمد حارس مرمى. كابتن أسامة علامات استفهام. كابتن علي ماهر النهاردة تشكيل غريب وخصوصا في خط الظهر، وحتى البدلاء بوبو مش موجود. يعني احنا استغربنا انه في نص الملعب محمد رضا ما بيلعبش من بداية المباراة بوبو، وكمان مش موجود في البدلاء، وفوجئنا كمان ان في البدلاء في حارسي مرمى. حارسي المرمى دي يبقى اكيد في سبب، في اصابات لا اما لا قدر الله، يعني اي ظرف، حد عمل مشكله واستبعده، وعدم وجود سعد سمير وجوناثان وبيلعب بعمر كمال في القلب. الله اعلم اذا كان هيلعب فعلا بعمر كمال في القلب، لان لو لعب عمر كمال في القلب طب ما هيفتقدوا قوارقه طبعا هجوميه على الطرف. طبعا انا ما اعتقدش انه هيلعب عمر كمال على في القلب. ممكن يلعب طارق طه، ممكن يلعب باسم علي، بس عمر كمال هيفتقده كتير لو ما لعبوش على الطرف. هو لا يوجدها باسم علي، بس طارق طه بيلعب سيرت باك، بيلعب باك ليفت وسيرت باك. ايوه بيلعب باك ليفت وسيرت باك. طب هو نتيجه رؤيتك للتشكيل هيلعب ازاي النهارده علي ماهر؟ ما هو التشكيل ده تقريبا مش متغير كتير عن تشكيل المصري اللي فات اللي كان في الكاس، يعني غنام ومهند لاشين اتنين ارتكاز كويس، بس عمر كمال كان بيلعب على الطرف. ما هو ثانيه واحده، وناصر ماهر وفاروق واحمد رفعت واحمد عاطف، دول السته اللي قدام. ماشي. هي طارق طه كان بيلعب، كان سعد سمير ومهاب علي وعمر كمال. عمر كمال كان بيلعب على الطرف، عشان كده انا بقول لك صعب يلعبوا في القلب، ما اعتقدش. هو اصلا بيجيد في المكان دوت اللي هو الطرف اليمين، وبيعمل فيه جبهه خطيره، ولما لعب مع المنتخب كان كويس فيه. فهي حاجه من اتنين، يا هيلاعب باسم علي، لا هيلاعب طارق طه، ويلاعب باسم علي باك ليفت. وممكن يبقوا الثلاثه ثابتين، يعني ممكن علي الفيل وطارق طه وباسم علي هيبقوا ثابتين، وعمر كمال هو اللي بيتحرك ناحيه الباك اليمين، انا اتصور كده يعني. فهو هيلعب 4 3 3 او 4 3 2 1، لان ناصر ماهر ساعات بيلعب تحت راس الحربه اللي هو رقم 10. هو في احد الزملاء قال لي ان بوب ومحمود مرعي وكريم نيدفيد وسعد سمير مصابين.
اهو طيب دي سبب اهو احنا ما كناش عارفينه ان في ناس مصابه. برضو جوناسان ده برضو كان بيلعب عشان ممكن يلعب 3 4 3 ممكن ما هو ممكن لا بس في الحاله دي هيبقى باسم هو اللي هيخش يعني بص انا 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 اتوقع طارق طه وعلي الفيل وباسم علي, علي هيبقوا ثابتين شويه الثلاثي اللي ورا حتى لو باسم لعب باك شمال او 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 طارق طه هيبقى عمر كمال هو اللي بيتقدم والثلاثه هيثبتوا شويه هو هيلعب اربعه بس الثلاثه ممكن يثبتوا كسرد باكات ممكن ساعات بيبقى عندك لعيب كويس وعايز تقدر توظفه في اي حته هو شايف مثلا نص الملعب ده جاي من الناحيه دي عايز يوقف لهم لعيب لا بس هو طبعا لو كان عايز يقابل يعني من لا يعني هو لو ما كانش عنده الاصابات دي سعد سمير ومحمود مرعي والناس دي كان هيلعب بسرد باك عادي طبعا. لانه يعني باسم علي مش سرد باك جوكر يعني بيلعب في اي حته يعني بس باسم علي مش سرد باك طارق طه بيلعب سرد باك احيانا فهي هيبقى فيها لخبطه شويه في الثلاثه او في الاربعه اللي ورا بس انا مستبعد ان يلاعب عمر كمال في القلب بس الله اعلم كل مدير فني بيبقى عنده وجهه نظر لكن السته اللي قدامانيين هم مهند لاشين وغنام وناصر واحمد رفعت واحمد عاطف ومحمد فاروق او الصراع اللي هيكون في نص الملعب هو ده اللي هيبقى مهم قوي مروان عطيه واليو ديانج والقندوسي ومعاهم الشحات وبيرسي تاو وطبعا احيانا بيخش علي معلول ومحمد هاني لانه دولت الباكين ساعات بيخشوا لنص الملعب فهو ده الصراع اللي هيبقى كل واحد هيحاول يكسبه عشان يستحوذ يفرض السيطره والاستحواذ يفرض السيطره والاستحواذ ف احمد القندوسي لازم يبقى ليه دور مهم مشكله احمد القندوسي ليه دور مهم في النواحي الدفاعيه الهجوميه كمان لا هو الهجوميه لازم يكون ليه دور مهم في الناحيه الهجوميه طبعا مشكله احمد القندوسي في حاجه لا هو واضح انه بيلعب طرف يعني مش جناح لا هو مش طرف اعتقد يا كابتن مصطفى ما انا بقول لك بس ما هو ساعات بيلعبوا ثلاثه ايوه وساعات بيلعبوا واحد يعني كان بيلعب بارتكاز واحد ويلعبه هو شمال او يمين ويلعب واحد تاني فما عندوش سرعه الانطلاقات لقدام زي احمد عبد القادر زي بيرسي تاو الحاجه الثانيه لما بيلعب 10 هي بقى دي النقطه المهمه جدا بيسلم نفسه شويه يعني اللي بيلعب مكان 10 ده عايز يبقى متحرك كتير قوي وبيظهر لكل الناس لانك انت اللي بتدور اللعب رقم 10 ده هو اللي بيدور اللعب فعايز ماشي. انه يقرب للناس كلها يعني بيرسي تاو معاه الكره تلاقيه قصدي ديانج معاه الكره تلاقيه مروان لانه بيتحرك ورا الخطوط اللي هي بتاعه الوسط الملعب التانيين يتحرك لهم كتير الشحات بيتحرك لازم يكون قريب منه بيرسي تاو بيتحرك فرقم 10 ده المفروض يبقى متحرك كتير قوي عشان يستلم ويلاعب الناس هو دي قليله عنده شويه يعني هو حركته بيطلع في الاتجاه اللي هو جنب راس الحربه وبيركن ما بيتحركش كتير فهو دي النهارده لازم يعملها انه يتحرك كتير عشان يظهر للناس عشان هو اللي بيحرك فلازم يتحرك الاول عشان يستلم عشان يلاعب الناس كويس. فاتمنى ان شاء الله يقدر يعملها كويس ان شاء الله الـ طبعا الـ الـ الجنبين شغالين بقى لهم فتره وهم دول الاساسيين اللي بيلعبوا على طول علي معلول ومعاه الشحات محمد هاني ومعاه بيرسي تاو والاربعه شغالين بشكل كويس في معظم الماتشات اللي لعبوها سواء في افريقيا او في الدوري كتير قوي بنشوف حسين الشحات وبيرسي تاو بيدخلوا للعمق ودي بقت ملحوظه في اسلوب لعب مستر كولر اوقات كتير بيدخل حسين الشحات وبيرسي تاو للعمق وعلي معلول بيوسعوا لعلي معلول وهاني ان ياخدوا الاطراف قوي وهم يبتدوا يتحركوا ورا محمود كهربا يعني حتى لما محمود كهربا يسقط شويه بتلاقي بيرسي تاو بيقطع في ظهر المدافعين عشان يستلم الكرات البينيه الطويله او حسين الشحات عشان يستلم الكرات البينيه الطويله في العمق وبيوسعوا لعلي معلول وهاني عشان يشتغلوا فهم الاربعه بيعملوا الشغل ده كويس الحاجه الثانيه الضربات الثابته هتبقى مهمه جدا مؤثره جدا مزبوط. هم عندهم ناس بتقدر تلعب كويس لا بس عايز اقول لك حاجه هم عندهم مشاكل في الكرات الثابته اللي عليهم اللي عليهم ماشي بس على طول الكرات العرضيه والكرات الثابته عندهم تمركز خاطئ
وعندهم اخطاء تكاد تكون ساذجه في التعامل مع الكرات الثابته والكرات العرضيه ايضا. يمكن كمان النهارده هتبان شويه اكتر عشان لا محمود مرعي موجود ولا سعد سمير موجود ولا الناس اللي يعني احنا شايفين الرباعي اللي ورا باسم علي وعمر كمال وطارق طه وعلي الفيل. يمكن يعني علي وطارق ممكن يكونوا بيلعبوا بدماغهم معقول، لكن باسم وعمر كمال مش مميزين في الـ في الـ في الـ في الحاجات العرضيه اللي عليهم بالذات في الضربات الثابته. لكن انا بتكلم على الضربات الثابته اللي ليهم برضو بيعرفوا يجيدوها، لان احمد رفعت بيرفع الكره كويس سواء في الفاولات او الـ او الـ الكورنرز او كده، واحيانا طارق طه، فهم برضو هيبقوا عندهم خطوره شويه في الضربات الثابته. معظم الكرات الثابته لما تبقى ناحيه مين طارق طه فعلا بيعملها على طول. فعلا بيجي بيلعب عينها برجله الشمال زي علي معلول. لكن احنا الحمد لله مميزين بوجود عبد المنعم، وجود ياسر ابراهيم، يعني يمكن هما دول اكتر اتنين بيجيدوا اللعب ضربات الراس. ضربات الراس، وطبعا صحيح. حمدي فتحي بس مش موجود قاعد بره، فلكن محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم هما اخطر اتنين بالنسبه لنا احنا لما بيطلع علي معلول عشان يلعب. حمدي فتحي قاعد بره خالص يعني، حمدي فتحي خلاص لا لا ما قريتش بره بيتفرج يعني في البيت قاعد بيتفرج في الملعب. فاتمنى ان شاء الله نكون موفقين في الضربات الثابته اللي جيلنا ونقدر باذن الله رب العالمين. كابتن بلال خلينا نتكلم بقى على الشق الهجومي. الشق الهجومي هتكلم في حاجتين طبعا، في حسين الشحات وبيرسي تاو زي ما ليهم مهام هجوميه ليهم النهارده مهام دفاعيه، وخصوصا ان الاطراف في فيوتشر بيعتمدوا عليها كتير عن طريق عمر كمال وعن طريق احمد رفعت. وازاي يستغل هو الوضع الامثل او الوضع الافضل لفيوتشر النهارده ان باسم علي هو اللي هيلعب في القلب، وباسم علي مش مكانه. محمد فاروق ناحيه اليمين كمان خد بالك. ومحمد فاروق ناحيه اليمين صحيح. فازاي يستغل النادي الاهلي النقطه دي؟ دي نقطه يعني انا بعتبرها ان هي النهارده مش عايز اقول ثغره، ولكن ممكن النادي الاهلي يلعب عن طريقها. الاول طالما جبنا سيره حمدي فتحي فنقول يعني بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله تعالى. لعيب مجتهد يعني ادى ما عليه وادى دوره في النادي الاهلي بشكل جيد جدا، وخرج من الباب الكبير زي ما بنقول يعني. صحيح. عنده امكانيات وقدرات يعني تفانى مع النادي الاهلي الحقيقه، فبالتوفيق طبعا باذن الله يا رب ان شاء الله. ربنا يوفقه باذن الله ان شاء الله. هو ابن من ابناء النادي الاهلي واهلا بيه طبعا في اي وقت في النادي الاهلي يعني. صحيح. اتكلم على الشق الهجومي يا كابتن، بالنسبه لنا ما يميز الاهلي في الفتره مع مستر كولر الحلول الكتير. صح. الحلول الكتير وتتمثل في كمان مش بس الحلول الفرديه من نص ملعب او الكروسات او لا، تتمثل في اللعيبه كمان، في امكانيات وقدرات اللعيبه اللي موجوده. الحلول الكتير اللي موجوده عندك يعني انت النهارده مثلا عندك حسين الشحات لعيب جيد في حالته، عبد القادر لعيب جيد في حالته، تمام، بيرسي تاو لعيب جيد في حالته، عندك عناصر كتير عندها حلول، تمام. عشان كده المدير الفني ما عندوش ازمه وما عندوش مشكله في كون ان هو يحط النهارده حسين الشحات ولا يقعده بره على دكه البدلاء ويستنى ويلعب احمد عبد القادر، طب يحط شريف شويه ولا يحط كهربا مين فيهم يبقى موجود، بيرسي تاو هيلعب النهارده ولا لا، القندوسي هنبدله بمجدي قفشه ولا مجدي قفشه اللي يلعب. هو الراجل شايف ان عنده حلول كتير، عنده حلول كتير واللعيبه واقفه بدنيا على رجليها بشكل متميز. يعني الاهلي اكتر فرقه في الدوري العام في الوقت الحالي جاهزه فنيا وبدنيا، اللي جاهزه فنيا وبدنيا الاثنين. عندك حلول فرديه في امكانيات ومهارات اللعيبه موجوده، عندك حلول فرديه في طريقه لعب المدير الفني، وان زي مين علي معلول لما يطلع مش عارف بيهم داخل لجوه الليفت وينج بتاعه مثلا اذا كان حسين الشحات ولا عبد القادر، ويكمل هو وتتلعب الكره بالعرض فيكمل لعيب الميدفيلدر يكمل او 10 يكمل واللعيب الثاني فرستاو. مظبوط. دي الحلول التاكتكس اللي بيخترعها او اللي بيقول عليها المدير الفني او اللي بيمرن عليها المدير الفني، تمام، بالاضافه للمهارات الفرديه اللي موجوده عند اللعيبه. يعني مهاره فرديه زي عبد القادر مثلا المباراه اللي فاتت بيقف ويحط الكره في الزاويه البعيده
تمام؟ مهاره فرديه زي الكره الضربه الثابته بتاعت علي معلول، تمام؟ دي مهارات فرديه انت بتقدر تستغلها، انت كلعيب بتستغلها، مهاره فرديه شخصيه بتاعتك انت كلعيب، تمام؟ انما الحلول التكتيكيه اللي بتيجي من المدير الفني وانك هتلعب على مين النهارده وهتلعب ازاي محتاجينها في ماتش زي مباراه النهارده. مباراه تكون سريعه على فكره، انت سمت المباريات مع فيوتشر او علي ماهر تحديدا بتكون مباريات سريعه، يعني الكرة دايما في الملعب، الكرة سريعة، هجمة هنا وهجمة هنا، هو من لعيب من نوعية المدربين اللي بيجي قدام الفرقة الكبيرة وعايز يلعب جيم متكافئ. بالظبط. عايز يلعب جيم مفتوح، عايز يلعب جيم يقول أنا بلعب الجيم ده هيد تو هيد مع النادي الأهلي. بالمناسبة عشان كده ده دي المباراة رقم 11 لعلي ماهر ضد النادي الأهلي. هو قبل كده كسب مباراة لما كان الأسيوط. في الأسيوطي في كأس مصر. كأس مصر. وتعادل مباراتين لما كان او وهو مدير فني لفيوتشر واتغلب سبع ماتشات كان هو مدير فني لإنبي والمصري والمصري، فدي المباراه رقم 11. ما انا بقول لك وكل المباريات هتلاقي نفس السمت اللي بيلعب بيه علي ماهر، عايز يجري الريتم واللعيبه بتاعته، وهو النهارده الكواليتي اللي موجوده مختلفه شويه عن اللي كانت موجوده في المصري او اللي كانت موجوده في الاسيوطي. هو اختار لعيبه عندها امكانيات جيده، تمام؟ بتسمع الكلام، هو كمان بيعرف يفرض سيطرته، ما بتلاقيش لعيبه بتخرج عن النص كتير مع علي ماهر. ولكن النهارده من وجهه نظر الشخصيه ان دي المباراه اللي تقدر تشتغل عليها تاكتكس اكتر من استغلالك للمهارات الفرديه بتاعتك. ازاي بقى؟ النهارده انت عندك الاثنين السنتر باكس وحارس المرمى بتوع فيوتشر عليهم علامات استفهام كبيره جدا، تمام؟ الاثنين السنتر باكس، تمام؟ مفيش اطوال كبيره، تمام؟ فانت عندك بالظبط، فانت عندك الكرات العرضيه تقدر تستغلها، الكرات الثابته مش الكرات العرضيه، لان انت برضو عندك مشكله ما زالت قائمه في الكرات العرضيه المتحركه. انا بتكلم على الكرات الثابته، الكرات الثابته انت عندك اطوال اكتر من عندك يطلع. اطوال اكتر من اعلى من اللعيبه بتاعه فيوتشر، فتقدر تشتغل على الكرات الثابته بشكل جيد. دي رقم واحد. رقم اتنين زي ما انت بتقول السرعات، تمام؟ في المباريات المفتوحه الجيم المفتوح الهجمات المرتدة السريعة بتبقى يعني سلاح كبير جدا وقوي جدا جدا بالنسبة لك، خاصة لما يبقى عندي أنا في النادي الأهلي لعيبة عندها سرعات، اللعيبة اللي موجودة سواء حسين الشحات أو بيرسي تاو أو عبد القادر أو كهرباء أو محمد شريف، لعيبة عندها سرعات، فتقدر في جيم مفتوح انك انت مش لازم انت بقى تستلم وتباصي وتلعب وتحضر تستغل لان هما برضو فرقة عندها قدرات. ليه؟ يقدر يلم نفسه، يقدر يعرف ما يترقصش بسهولة، تمام؟ لكن لما يبقى الجيم مفتوح تقدر تستغل الكرات الهجمات المرتده السريعه وتروح للجيم اكتر مره. عندهم مشاكل في الظهرين زي ما الاهلي بالظبط عنده مشاكل، يا هلا وهي انت الظهرين عندهم بيكملوا بينطلقوا. تمام؟ بينطلقوا ويسيبوا المساحات اللي فاضيه وراهم، فتقدر تستغل الحته دي بالكرات الطوليه السريعه، يعني الفاست اتاك يعني او الهجمات السريعه، تمام؟ فانت دي تقدر تستغلها بشكل جيد وتخلق مساحات لنفسك. واعتقد في المباراه الاولى اللي كانت هنا الاهلي راح بكورتين او ثلاثه من على الاطراف في هجمه مرتده سريعه وهجمه سريعه، تمام؟ الاهلي اشتغل عليها بشكل كويس جدا. حاجه مهمه جدا برضو التصويب على المرمى، عنده حارس مرمى انا من وجهه نظري كواليتي مش احسن حاجه، تمام؟ خروجاته التوقيت بتاع الخروج بتاعه غير منضبط في اوقات كتيره جدا جدا جدا، دايما كل الكرات اللي بتتشاط عليه بترتد منه، فانت عندك فكره التصويب او انك تروح عليه دي فكره مهمه جدا او حاجه مهمه جدا لازم تشتغل عليها النهارده. فانت عندك النهارده اكتر من حل انك انت تقدر تسجل في فرقه فيوتشر. هي مش يعني الحاجه اللي هم بيتميزوا بيها ان هم سرعه جدا، بيلعبوا من على الطرف بشكل سريع، وعندهم مهارات في قلب الملعب، يعني هم عندهم مهاره، يعني ناصر لعيب عنده مهاره، بيعرف يصوب، بيعرف يروح الجول، بيعرف رقص، بيعرف يعني يجتاز، يعني هم زي ما انت قلت بيعملوا تحولات كويسه طبعا بشكل كبير جدا. هم عندهم سرعات يا كابتن ايمن، هم برضو فرقه عندها سرعات وعندها مهاره، الفرقه اللي عندها مهاره وعندها سرعه انت بتتكلم معانا على الشاشه، ده من ملخص من الدور الاولاني في بعض الهجمات، فعلا زي ما انت بتقول كده هم عندهم سرعات، عندهم التحولات بيعملوها كويس جدا، بيجدوها وبيوصلوا للمرمى كتير جدا، مميزين في الحته دي بشكل كويس. يعني بيلعب واحد اثنين ثلاثه لان عندهم لعيبه في نص ملعب خد بالك بتقدر تقف على الكره بشكل كويس ويقدر يعمل مهاره، يعني يقدر يرقص واحد، يقدر يرفع الكره بشكل كويس، يقدر يبص، يعمل اللونج باس، يعمل الثرو باس، يعمل الدبل باس، يعني اللعيبه في نص ملعب ناصر ماهر لعيب كويس، مهند لاشين لعيب كويس، الغنام لعيب كويس، دول لعيبه كويسه عندهم. بس مهند وغنام بيغلب على ادائهم الطابع الدفاعي. انا بتكلم على الباسات يا كابتن، مش بتكلم على المهاره الفرديه. المهاره الفرديه عند ناصر ماهر اكتر بالزبط. طبعا
هو علي ماهر بيلعب على حته ان انا دايما بفضي لاحمد لاحمد رفعت، هو بيشتغل في الحته دي يعني دايما بيلعب انا افضي لاحمد رفعت هو يعمل المهاره. صح. احمد رفعت لعيب كويس، عنده سرعه وعنده مهاره، بيعرف وبيعرف يعمل الكروس كويس بشكل كويس يعني. اهو دي بقى ده جزء من ماتش الدور الاول يا كابتن. نفس الكلام اللي انت بتقول. هم بيكملوا بشكل جيد لانهم بيعرفوا يقفوا على الكوره. يعني انت معظم، انا اسف يعني، معظم الفرق في الدوري المصري عندها مشكله في انك ازاي تقف على الكوره وتستنى الباك يطلع بالزبط. وتستنى اللعيب يجي من الناحيه دي وتطلع امتى ده وترقص امتى وتشوط امتى. لا هم بيعرفوا يعملوا الحته دي لان هم بطبيعتهم عندهم مهارات. يعني هم لما اختاروا السنه دي فيوتشر اختاروا لعيبه عندها مهارات عاليه، الكواليتي بتاعتهم كواليتي جيده جدا، وفيهم لعيبه هنا بتلعب في منتخب مصر يعني. تمام. فالنهارده عشان تكسب فرقه زي دي لازم تحولاتك تبقى سريعه. صحيح. لازم تستغل نقاط الضعف اللي هتبقى من ورا الاثنين الباكين، لان انت برده مش طبيعي انك انت مثلا يبقى عمر كمال بيلعب بيطلع يعمل 80 متر وانت ما تستغلش المساحه اللي وراه. مش طبيعي. طارق طه نفس الموضوع، بيطلع ويشتغل يعمل الكروس. صح. وخد بالك طاهر برده ما بيوصلش لحد الخط، مش زي عمر كمال جميلة بدري. بالظبط، من على ال 18 ويبتدي يعمل الكروس. فناخد بالنا احنا كسنتر باكس عندنا عبد المنعم وياسر ابراهيم، لازم ياخدوا بالنا من الحته دي، ان الكرات اللي ممكن الكره تبقى معديه من وراه. فلازم يركز في الكرات العرضيه اللي بتعمل، خاصه من طرد الكروس بتاعه كروس جيد يعني. فانت لازم تستغل الحته دي يا كابتن ايمن. يعني لو ما استغلتش الحته دي في مباراه زي النهارده سريعه كده هتستغلها امتى؟ استغل خروج عمر وخروج طارق طه والاثنين السردباكات البطاء شويه في الحركه بتاعته. لازم تستغل كل ده النهارده في الملعب. لازم تستغل كره عرضيه، لازم تستغل كره ثابته، لازم تستغل التصويبات اللي على المرمى. يعني انت المباراه اللي فاتت اعتقد احنا صوبنا مرتين او ثلاثه، واحده راحت ما بين الثلاث خشبات اتسجلت هدف، وكان هدف رائع جدا 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 لاحمد عبد الله. والثانيه شالها الجول، والثانيه شالها من دي. انا بقول لك كورتين او ثلاثه. تمام. فالنهارده ليه ما نشتغلش على الحته دي؟ في لعيبه نجوم، اصبحت نجوم مصر بتصويبات على فكره من خارج ال 18، لعيبه كتيره التاريخ ذكرهم بسبب الحته دي. وانت عندك الامكانيات وعندك القدرات يعني. قال ديانج بيصوب كويس، القندوسي اعتقد برضه بيصوب كويس، مروان عطيه ممكن يزود في الحته دي بشكل جيد. فعندنا لعيبه. بص يا كابتن، انت كنت بتتكلم على برضه حته الغلطات اللي بتحصل منهم في منطقه ال 18. ده برضه من الماتش الاولاني، بس رجع لنا الكره دي تاني لو سمحت، رجع لنا ذكروني بعد اذنك الكره دي تاني مره تاني. ده بص يا كابتن، بص يا كابتن، ده دي ركله يعني جزاء فيها تهور. فيها بنالتي طبعا. طب فيها بنالتي طبعا وفيها تهور ركله جزاء وما اتحسبتش. انا بقول بص الكره يا كابتن شبطت منين؟ يعني الكره سهله تتمسك. صح. دي اللي بقول لك عليها. هي. حته ان الكره بترتد ودي الثانيه بنفس اللعبه بالظبط وبرده ما اتحسبتش. انت بتتكلم على التهور بخط الظهر والغلطات اللي بتحصل لهم، الاخطاء اللي لازم ولما يبقى في ضغط عليهم. بص ادي ده اثنين بنالتي في لعبه يعني. ده لكلامك كمان. طبعا صوب اهو. تمام. وزي ما بتقول وقعت من حارس جنش ما بالظبط ما بيمسكش الكوره دائما يعني في معظم. ودي الثانية دي بنالتي طبعا يعني. بنالتي دي اول بنالتي. دي اول كوره طبعا. وبعدين لما اتشاطت على جنش المتابعه بنالتي كمان. بص شريف شاط كوره مفيش ما بيمسكهاش مره واحده. مفيش. خد بالك. صح. معظم الكوره يعني لو جبت اكتر من تصويبه في المرمى على جنش في المباراه دي هتلاقي ان كل معظم التصويبات بيمسك ويسيب. يعني لازم النادي الاهلي يستغل الاخطاء. لازم طبعا. وخد بالك يا كابتن التوقيت بتاع الخروج بتاعه في بعض الاوقات ما بيبقاش موفق. صح. في بعض الاوقات التوقيت، عشان كده بقول لك استغلال. انت استغلال الكرات الثابته مش عشان بس ما عندهمش اطوال، عشان حارس المرمى. ما هو انت النهارده عندك في الاهلي الشناوي ما شاء الله بيطلع يريح كل اللعيبه يعني. الشناوي بياخد من على 6 يارد واحيانا بياخد من على نقطه البنالتي. هو توقيت الخروج بتاعه صعب شويه. صح. تمام. فلازم استغلال باذن الله رب. الاخطاء دي يا كابتن. سريعا كابتن شريف، هنشوف اهداف مبكره الشوط الاول. وقبل ما نشوف اهداف انا مش عايز مروان عطيه يسبقه الكندوسي. يعني ببصش الاقي قندوسي رايح على البتاع. أيه. الاقي الاثنين دول سابقينه. أيه. هو ده اللي علاء قال لك عليه كونتر اتاك اللي ممكن ياذيني. أيه. ده الحاجه الوحيده النهارده اللي ممكن يكون لفرقه فيوتشر وجود معاك، ان ما فيش عدم تركيز بالنسبه لنص الملعب ده. نشوف اهداف باذن الشوط الاول. كابتن اسامه ان شاء الله. كابتن علاء اتمنى ان شاء الله. كابتن بلال اتوقع ان شاء الله ربنا تكون النادي الاهلي ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز مبكرا. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى نهايه احداث الشوط الاول. انتظرونا.